صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا النهارده، حلقه جديده من صباح الورد، حلقه الثلاث 16 فبراير. صباح الخير عليك وصباح الخير عليك يا مها. صباح الورد والفل والياسمين عليك يا ايمان وعلى كل مشاهدينا، وصباح التفاؤل وصباح الورد. طبعا حلقتنا النهارده فيها فقرات كتيره ومتنوعه، خلينا نشوف اهمها. الارض دي بلاويها كتيره. فتى الشاشه الاول محمود ياسين، هنشوف تقرير عنه في شهر ميلاده. بلعتهم. في فقرتنا الحوارية هنناقش مشاكل القمامة وخطة الدولة مع قرب انتهاء عقود الشركات الأجنبية تبعونا. أنا أمرت المخبرين السريين. فقرة الأخبار الفنية هنشوف فيها لقاء خاص مع الفنان إيهاب فهمي، تابعونا. أمرتهم أن يراقبوا تردد أشخاص معينين من الرجالة والستات في الأماكن دي، ويلاحظوا أي محاولة من الأشخاص دول للإيقاع بالستات. هيثم سخر السيارة بتاعته الخاصة علشان يوزع الكتب على أطفال قريته والقرى المجاورة، وده من خلال مبادرته، تابعونا علشان نعرف تفاصيل أكتر عنها. وقبل ما نبدأ مع حضراتكم فقراتنا، خلونا كالمعتاد نتعرف على حالة الجو النهاردة هتكون عاملة ازاي مع دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. دكتور أحمد أهلا بيك وصباح الخير عليك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهم الملاحظات النهاردة في حالة الجو. هو أهم حاجة هو شعورنا بالارتفاع في درجات الحرارة، حيث بيكون مائل للحرارة السواحل الشمالية وبيبقى حار على الوجه البحري والقار حتى في شمال الصعيد، بيبقى شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، أما بالنسبة بالليل فبيبقى بارد على كافة الأنحاء، وهناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري. الرياح هتكون مصاحبة بالرمال؟ أكيد هتكون هذه الرياح بتكون مثيرة للمار والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب الصعيد. دكتور أحمد، طبعا احنا استمتعنا جدا بالجو الفترة اللي فاتت، لكن كان دايما في توقعات ان موجة الصقيع هترجع مرة تانية، فعايزين نتأكد من حضرتك المعلومة دي صح ولا غلط. دي حقيقة فعلا، ان احنا ما زلنا في فصل الشتاء، ويعني ان شاء الله مع بداية الاسبوع القادم ان شاء الله تبدأ درجات الحرارة في الانكسار، ونبدأ نرجع تاني لدرجات الشتاء والرياح والأمطار. بنتكلم عن انخفاض كام تقريبا في درجات الحرارة؟ يعني مش هنقدر نحدد دلوقتي، ولكن هيكون مش هيقل عن 8 درجات يعني أو أكتر. الموجة اللي احنا بنشهدها دلوقتي اللي تعتبر حارة بنسبة كبيرة، يعني بترجع لإيه؟ دي رياح جاية من الجهة الجنوبية الشرقية من ناحية الصحراء الشرقية في المنطقة العربية، وهي دي اللي مخليها الجو حر بهذا الشكل. تمام، بنشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. كمان بنتعرف مع حضراتكم على حالة المرور النهاردة، ومعانا النقيب رأفت نجم مشرف بغرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة. صباح الخير، أهلا بحضرتك. صباح الخير على السادة والجميع السادة المشاهدين. نطمن طبعا على حالة المرور النهاردة في الشوارع والمحاور الرئيسية. الحمد لله اليوم الحمد لله أحسن مريا من أمس. بالفعل منتابعة الكاميرات حاليا، أيضا منتابعة مدنية مع السادة والبطلة تحتيا. الحمد لله ما فيش أي إخطار له تأثير حرق المرورية أو أي بلاغ من السادة المواطنين. أيضا فقط عندي صرف صحي، بلاغ صرف صحي بدء من حوالي 5 دقائق، أول شارع الجلاء بعد مجرى رمسيس مباشرة. تم الاختيار بالفعل الجهات المعنية، حاليا بنتم متابعة وصول العمال لعمل اللازم. بداية شارع الجلاء القادم من ميدان رمسيس تأثيرها طفيف جدا حتى الآن، المتابعة قائمة إن شاء الله حتى وصول العمال وعمل اللازم. طيب في الحالة دي في طرق بديلة؟ لا الحمد لله، احنا خدماتنا كثفناها بنفس المكان، ما فيش أي يعني كثافات لها تأثير أو تؤدي لتغيير المسارات. لا الحمد لله تم، أنصح بعدم تغيير المسارات إن شاء الله، ويتم إن شاء الله عمل لازم فور الانتهاء ومن من البلاغ. ايضا بالنسبه لنفق الازهر، في سياره معطله مع نفق الازهر الان القادم من الاوبرا اتجاه صلاح سالم، تم الدفع حاليا بالونش لسرعه التعامل معاه ورفعه المتجه لصلاح سالم. باقي المحاور بالنسبه لمنطقه الاعمال ما زالت قائمه بالنسبه لمحور رود الفرج
منزل كوبري أبو غاشة القادم من الزاوية من خدمات الزاوية والحدائق المتجه للخلفاوي، ما زالت تحويلة قائمة المتجه للخلفاوي، عدم استكمال الخلفاوي هياخد يمين اتجاه شارع بين المدارس أو شارع ابن سينا. بالنسبة لمنطقة أيضا التحويلات مع عمدان اليوبلس القادم من ميدان المحكمة عن طريق شارع الحجاز، عدم استكمال لميدان اليوبلس يمينا اتجاه شارع المنتزه، ثم يسارا مره ثانيه استكمال شارع المنتزه حتى شارع عبد العزيز، والاستكمال مره ثانيه اتجاه شارع الحجاز واستكمال حتى ميدان الحجاز. باقي المحاور الحمد لله مداخل ومخارج مخارج القاهره، مدخل القاهره من السويس الحمد لله السهوله تامه في الاتجاهين، ايضا مدخل القاهره من الاسماعيليه بدايه مطلع كوبري التعمير حاليا على الكاميرا بدايه المطلع فقط بدء تجميع حاليا، بيتم المتابعة من الخدمات المتواجدة بنفس المحور. أيضا مداخل القاهرة من منزل كوبري شبرا العلوي اتجاه الكورنيش في بدء كثافات تعمل مع منتصف الكوبري القادم من الأريوبية اتجاه القاهرة، دي أيضا نتيجة الأعمال بنفس الموقع. ما بعد تجاوز معهد ناصر الحمد لله حالة مرتفعة تماما وبيتم متابعتها حاليا لاسلكيا. مداخل ومخارج القاهرة. دائما الخدمات الحمد لله متواجدة، جميع الخدمات عندنا على كافة المحاور ومدن القاهرة، بيتم المتابعة أيضا طريق الكاميرات في حالة مناظرة وجود أي كثافات يتم دفع بأقرب خدمة مرورية بنفس الموقع للمعاونة مع الخدمة الأساسية لعمل اللازم. نعم سيادة النقيب، عايزين نفكر برضو مشاهدينا بالرقم الإبلاغ عن أي تجاوزات في الطريق أو حوادث. وبالفعل في حالة مناظرة أي مواطن لوجود أي كثافات أو اختناقات مروريا أو أي شيء ملحوظ إذا كانت أمنيا، يمكن يتواصل على الخط الساخن الخاص بإدارة عمل مرور القاهرة غرفة العمليات 011-45-44 ده على مدار 24 ساعة بيتم التفاعل مع أي بلاغ سواء حقوقي أو أمني. نعم نشكرك شكرا جزيلا سيادة النقيب رأفت نجم مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة. ونبدأ مع حضراتكم بأولى فقراتنا النهاردة بالبروفايل. اخترنا النهاردة للبروفايل فنان مصري لقب بفتى الشاشة الأول، طبعا بنتكلم عن محمود ياسين. هو فنان مصري بيتمتع بتاريخ طويل من الأعمال الفنية سواء في السينما أو في المسرح أو في التلفزيون، ليه صوت متميز جدا وأداء منفرد. طبعا اللغة العربية عنده متميزة جدا، مطلع على أساسيات اللغة العربية، وده مكنه من الإجادة في الأدوار التاريخية والأدوار الدينية. طبعا هو المعلق الفاهم والواعي على أغلب التعليقات والراوي المثقف في المناسبات والافتتاحات الوطنية والرسمية. بمجرد ما يطالعك صوته بتحس بحجم وقوة وأهمية المناسبة. تقريرنا اللي جاي عن النجم محمود ياسين في شهر ميلاده. الأرض دي بلاويها كتيرة، وكل اللي طمعوا فيها بلعتهم. فنان مصري يتمتع بتاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، كما يتميز بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية يمكنه من إجادة الأدوار التاريخية والدينية. ولد محمود فؤاد محمود ياسين في 19 من فبراير عام 1941 في مدينة بورسعيد. انتقل الفنان المصري محمود ياسين عقب انتهاء دراسته الثانوية إلى القاهرة ليلتحق بكلية الحقوق في جامعة القاهرة التي تخرج فيها عام 1964. وطوال سنوات دراسته كان حلم التمثيل بداخله وخصوصا في المسرح القومي، لذلك تقدم بعد تخرجه مباشرة لمسابقة في المسرح القومي حيث جاء ترتيبه الأول في 3 تصفيات متتالية، وعاش على أمل التعيين بالمسرح القومي، وهو ما تم بعد نكسة عام 1967 ليبدأ رحلته الحقيقية على خشبة المسرح القومي الذي قدم فيه أكثر من 20 مسرحية من أبرزها عودة الغائب. كما تولى إدارة المسرح القومي لمدة عام ثم قدم استقالته. أما علاقته بالسينما فقد بدأت بأدوار صغيرة حتى جاءته فرصة البطولة الأولى في فيلم نحن لا نزرع الشوك مع الفنانة شادية، ثم توالت أعماله السينمائية حتى بلغ رصيده أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب فتى الشاشة الأول. ومن أهم أعماله السينمائية حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي، وفتاة من إسرائيل، والجزيرة،
وعزبة آدم وجد حبيبي. إلى جانب المسرح والسينما شارك الفنان المصري محمود ياسين في العديد من الأعمال التلفزيونية، من أهمها العصيان وجمال الدين الأفغاني وأبو حنيفة النعمان وسوق العصر. وقد توج تاريخ الفنان محمود ياسين بالكثير من الجوائز والأوسمة التي بلغت نحو 50 جائزة من مختلف المهرجانات في مصر وخارجها، حيث حصل على جوائز التمثيل من مهرجانات تشقند عام 1980 والسينما العربية في أمريكا وكندا عام 1984 وعنابة بالجزائر عام 1988، بالإضافة إلى جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975 وجائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980. اختير رئيسا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1998 ورئيس شرف المهرجان في نفس العام، إلى جانب اختياره عام 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع لأنشطته الإنسانية المتنوعة. ودلوقتي جي معادنا مع فقرة الأخبار المتنوعة والأخبار السياسية. أول خبر معانا، قال الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل أنه طبقا للوائح من المفترض حل شركة المترو بسبب تعدي خسائرها رأس مالها، ولكن هذه الشركة تقدم خدمة محترمة للمواطنين وأنه يعمل على إعادة صياغة هذه الشركة مع هيئة السكة الحديد. وأضاف وزير النقل أن خسائر شركة المترو خلال العام الماضي وصلت إلى 168 مليون جنيه، في حين أن رأس مال الشركة 40 مليون جنيه. وأكد وزير النقل أنه سيحول المترو والسكة الحديد إلى صرحين اقتصاديين، وسيتم إعادة النظر في سعر التذكرة دون المساس بمحدودي الدخل وذوي الإعاقة واشتراكات الطلبة. طبعا المنظومة الخاصة بالنقل، سواء كنا بنتكلم عن قطارات أو مترو، بحاجة لإعادة هيكلة كلها من البداية. الخبر الثاني اللي معانا النهارده قال فيه دكتور احمد عماد وزير الصحه ان الحكومه وافقت على تخصيص 50 مليون جنيه للعاملين بقانون تنظيم شؤون الاطباء، واكد ان المستشار احمد الزند خلال مناقشه قانون تنظيم شؤون الاطباء اكد انه افضل قانون تم اتخاذه من قبل الحكومه، مضيفا انه سينفذ قانون شؤون الاطباء على العاملين الجدد وان النقابه ليس لها علاقه بالامر، لافتا إلى أن قانون تنظيم شؤون العاملين هيكون لمصلحة الأطباء. وموضح كمان أن الدولة ستوفر ما يقرب من 90 مليار جنيه لمشروع التأمين الصحي للمواطنين. بنتمنى أن القانون دوت يخف بشكل كبير من غضب الأطباء اللي خرجوا في ثورة من الغضب على كل الأوضاع الخاطئة، سواء الخاصة بيهم أو الخاصة بالصحة بشكل عام. والخبر كمان اللي بعده، بتشن وزارة الموارد المائية والري النهاردة الثلاثة حملة إزالة مكبرة في مناطق محافظات القاهرة الكبرى، وده في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل من التعديات وإزالة 50,000 حالة تعدي تمت إقامتها في أعقاب الانفلات الأمني واللي شهدته البلاد عقب ثورة يناير. وأكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أنه تم إزالة 7,789 حالة تعدي على نهر النيل من إجمالي نحو 50,399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل منذ أن تم إطلاقها في 5 يناير 2015، حيث تم إزالة 29 حالة أمس بمحافظتي الجيزة والقليوبية. ونروح لخبر بيهم ناس كتير، أعلن فيه طارق طنطاوي رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية عن طرح 2.5 طن لحوم أسبانية يوميا بمنافذ الشركة بسعر 55 جنيه للكيلو، إضافة لتوفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، مع ضخ أكثر من 100 طن خضروات وفاكهة وسلع غذائية يوميا، وده طبعا لمواجهة غلاء الأسعار بالأسواق الأخرى. وأضاف طنطاوي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير منتجات السلع واللحوم وكذلك الخضروات والفاكهة أول بأول، وده لتلبية احتياجات المواطنين إضافة لإحداث توازن في الأسواق. وطبعا يذكر أن في صباح الورد كان في أكثر من لقاء مع المسؤولين في المجمعات الاستهلاكية والعربيات التوزيع الثابتة والمتحركة، لأن احنا بنتابع مع المواطن المصري وبنستقبل طبعا الشكاوى دايما في الأماكن اللي فيها
العجز. نتمنى طبعا ان يعني الاجراءات دي تكون مستمره، ما تبقاش بس بشكل من وقت لاخر بشكل غير منتظم، ولكن تستمر ويكون في اجراءات هيكليه علشان ما يبقاش في زياده للاسعار بالشكل اللي احنا بنشوفه. طيب دي كانت مجموعه من الاخبار المتنوعه وكمان الاخبار السياسيه، وبعد الفاصل هنبدا مع حضراتكم اول فقره حواريه معانا النهارده. اهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا مره تانية عشان نبدا معاكم اول فقره حواريه معانا النهارده. ويمكن دايما لما بنتكلم عن السلبيات اللي بقت في مجتمعنا والسلبيات اللي بقت فينا احنا نفسنا، برضو بنرجع ناكد ان مصر مليانه خير طول ما اهلها لسه فيهم الخير. حوارنا النهارده هيكون عن كاتب شاب اشتهر بعدد من المجموعات القصصيه للاطفال، قام بمبادرة تحت اسم عربية الحواديت. دي مبادرة تثقيفية بتدعو للقراءة وموجهة طبعا بطبيعة الحال للأطفال، خصوصا لما بنتكلم عن الأطفال اللي في القرى واللي في الأماكن اللي ما فيهاش الخدمات التثقيفية دي. طبعا ما ينفعش يكون في مبادرة عظيمة زي دي من شاب مصري يعني ما استناش ان حد يقول له اعمل، هو قام بنفسه علشان عايز يساعد اهل قريته، عايز يساعد اطفال القرية. شايف ان الثقافة مش ترفيه ولكن كالماء والهواء، زي ما قال برضو طه حسين ان التعليم كالماء والهواء. كمان سخر عربيته الخاصة علشان يوزع الكتب على اطفال قريته وكمان القرى المجاورة بالشرقية. تعالوا نعرف اكتر عن المبادرة دي ومؤسس المبادرة وهو مدرس لغة إنجليزية وروائي الأستاذ هيثم عبد ربه. صباح الورد يا فندم، وبنحييك على المجهود الجبار اللي قمت بيه بنفسك كده يعني من غير ما حد يقولك اعمل. صباح الورد وشكرا على الاهتمام وشكرا على الاستضافة. شكرا ليك ان انت يعني فكرت في الفكرة دي ونفذتها وطبقتها، ومبادرة شخصية منك، وبرضه نتعرف على التجربة، اتعاونت مع مين وازاي جات لك الفكرة؟ هو الفكره مش جات لي، هو يعني كون ان انت يعني انت عايشه في مجتمع فانت بتكوني عارفه مفردات هذا المجتمع بتفاصيله بسلبياته بايجابياته، فانت عارفه كل المفردات دي من غير ما تفكري فيها. بس فكره بقى ان انت تتعاطى مع السلبيات دي وتبدا تدي انت من وقتك ومن مجهودك، هي كل حد بيعمل كده. هو هي السلبيات او الموضوع او النقص اللي اتكلمنا فيه عن نقص الثقافه هو فارض نفسه، مفيش حد بيفكر فيه ومطروح بالفعل، ولكن هو ان بس بيكون محتاجه ان حاجه يعني زي ما بيسموها مثلا يعني الابره اللي هتفرقع البالونه، تمام؟ يمكن ده حصل معايا لما اكتشفت مصادفه انا راكن بعربيتي في احد الاماكن وباخد معايا دايما في عربيتي مجله او اتنين لبناتي، فانا راكن يعني منتظر حد او كده، فبنت صغيره جدا بتبص وبتسال يعني انا ماسك المجله وبتصفح فيها، هي مستغربه العالم ده يعني، فانا بصيت لها فبتقول لي ايه دي؟ الموقف ده حصل من امتى؟ ايه دي؟ الموقف ده حصل قبل رمضان اللي فات بفتره يعني بحوالي بالظبط مثلا 5 شهور او بنتكلم شهور. عن سنه تقريبا. تمام. لا هو الموقف تحديدا قبل رمضان، تمام؟ انا يعني لما هي قالت لي ايه دي او السؤال يعني انا ما كنتش متخيل بقى ان انا عارف ان المجتمع فيه لكن ان حد يقول لك ايه دي، ان في كائن حي طفله مدرسيه المفروض ومش تعرف ان دي اسمها مجله، فانا بصيت لها الموضوع ان دي اسمها مجله، طب يعني ايه مجله؟ مجله يعني كراسه كبيره فيها شويه صور فيها حواديت فيها قصص. يعني الرغبه جواها ان هي محتاجاه. البنت بقى سنها قد ايه؟ يعني تقريبا ثالثه ابتدائي او رابعه ابتدائي. يعني كبيره مش صغيره يعني مش عندها 5 سنين. يعني هي يعني هي في مدرسه ثالثه ابتدائي يعني هي في بتدرس. في مدرسه يعني الجيل ده انا لما بشوفه على التلفزيون او ما بشوفه في الدنيا الجيل ده جيل المفروض مبدع وقارئ و و لكن هي فاقده لمعنى اصلا كلمه مجله. طب استاذ هيثم يعني حضرتك يمكن قبل الهوا ذكرت نقطه مهمه قوي، قلت احنا القريه عندنا ما فيهاش مدارس، الاطفال بالنسبه لهم حته التعليم دي مش فاهمينها، او يعني المسؤولين بيتعاملوا مع القريه وابناء القريه على ان هم اصلا مش موجودين. ولكن استاذ هيثم اللي انا عارفاه ان حضرتك نشات في هذه القريه، تمام. وتعلمت
تمام. فيعني في فرصه تعليم جت لحضرتك ما شاء الله حضرتك يعني نموذج مبدع. تمام. لا لا هو انا ما قلتش ما فيش مدارس، هو في مدارس تمام. مش مؤثره مثلا او مش بتادي رسالتها بالشكل المطلوب؟ لا لا في محاولات جاده يعني. انا واحد من الناس، المدرسه الابتدائي اللي انا كنت فيها والمدرسه الاعدادي اللي انا شغال فيها، انا خريج المدرسه الابتدائي دي وخريج المدرسه الاعدادي دي. كويس جدا. هل لاحظت ان من ايام ما كنت بتدرس في المدرسه الموضوع اختلف عن دلوقتي، ان وقتها كان في فرصه احسن للتعليم عن دلوقتي؟ طبعا ليه بقى؟ هي مش فرصه للتعليم، هي فرصه للاهتمام بالهوامش اللي جنب التعليم اللي لا تقل اهميه عن التعليم. طبعا. يعني مثلا زي الاهتمام بمكتبه المدرسه. تمام. مكتبه المدرسه كانت الاستاذه او الابله او المدرس كان حصه المكتبه ما هياش حصه للتسليه زي دلوقتي. يعني دلوقتي اصلا تكاد تكون ما فيش حصه للمكتبه، المكتبه حصه فاضيه. المدرسة الإعدادي اللي أنا شغال فيها، المكتبة أنا ومدرس فاضل أستاذ محمود حسين، إحنا اللي يعني كان الكتب موجودة في المدرسة في كراتين وحاجات، إحنا اللي طلعنا وشلناها على كتفنا. طيب يعني الحاجة موجودة بس هو مفيش اهتمام بإن هي التوظيف والتفعيل. إحنا اللي شلنا الكتب وشلنا الأرفف وشلنا الدواليب على كتفنا وطلعنا بيها، وإحنا اللي فرشنا وإحنا اللي حطينا الكتب وأنا اللي عملت لها. بتحس هنا ان الطلاب والتلاميذ مهتمين بان هم يقروا؟ حصه المكتبه دي بالنسبه لهم مهمه، عايزين يقروا، عايزين يستكشفوا، عايزين هم بنفسهم بيحصلوا على المعلومه، ولا هم مش مهتمين او فقدوا يعني فكره ان انا القرايه دي بالنسبه لي هي حاجه اساسيه؟ بس حضرتك هو 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 لازم يكون في كشاف او لازم يكون في دليل قدام الناس. يعني هو الطالب اتباعا كان الجيل اللي قبله والجيل اللي قبله هو مهتم بالمواد، دراسات علوم انجليش عربيك وخلاص. لكن لما يجي له حد يقول له تعالى نروح المكتبه ويفتح له النافذه على العالم ده، ان في قصص، في كتب، في تعالى ما اعرفك مين نجيب محفوظ كان بيكتب ايه واحكي له ملخص ليه نجيب محفوظ، مين يوسف السباعي واحكي له، مين محمد الناصر. اللي هي بقى جزئيه الثقافه، ان التعليم حاجه والثقافه شيء اخر، يعني مش يعني ما بتتوقفش بس عن المناهج التعليميه. هو انا مؤمن ان الثقافه يعني الثقافه ما هياش حاجه منفصله عن الحياه بصفه. هو في الحقيقه الثقافه هي انك تبقى عارف بعض الاشياء عن كل الاشياء. هو انا في رايي ان الثقافه احنا انا يعني على روافد هذا المشروع احنا انا عملت يعني زي ما قلت لحضرتك فيدباك عشان انا بنزل القرى وبوزع الكتب دي، فانا محتاج اعرف هو الناس اللي خدت الكتاب هياخد الكتاب هيرميه او هياخد الكتاب هيعمل بيه ايه. تمام. هو 10000 كتاب على 24 قريه. لا 24 ده 47 قريه. 47 قريه وحضرتك في المحيط الشرقيه ولا خرجت لمحافظات ثانيه؟ لا 47 قريه في الشرقيه، ولسه يعني تقريبا كده ما عدناش نص المحافظه، لسه الشرقيه محافظه كبيره جدا. طب جدا. طب ايه اكثر القرى يعني فقرا او محتاجه، لو قلنا بقى في الاولويات، محتاجه المساعده العاجله؟ المساعده العاجله من ناحيه ايه؟ من ناحيه المشروع بتاع حضرتك انه يبقى لا هو لا لا هو بصي انا في رايي الشخصي ان قرى مصر بلا استثناء في حاجه لهذا المشروع. يعني انا دلوقتي احنا عملنا اكمل بس نقطه الفيدباك اللي انا عملتها. بدانا نعمل انا والفريق بتاعي، انا عندي فريق وكلهم كانوا تلامذتي، عندي في الفريق دكتور اسنان دكتور محمد السيد القناوي، عندي مهندس كمبيوتر مهندس محمد المحمودي، عندي ضابط شرطه احمد عبد العال القرناوي، عندي مهندس انشاءات. كلهم مؤمنين بنفس الفكره وان احنا محتاجين نثقف الاجيال اللي جايه. عملنا فكره مهمه جدا، عملنا مشروع جنب المشروع اسمه مدرستي تقرا. بمعنى ايه؟ بمعنى بنشوف لان يعني 99% من الاطفال اللي خدوا موجودين في مدارس، بدانا ننزل المدارس اللي فيها الطلبه اللي خدوا كتب، وبدانا نعمل يعني كومبيتيشن صغير، مسابقه صغيره على اثر هذه المسابقه. بنختار او بيطلع من كل فصل مثلا 5 طلاب او 7 طلاب، بنبدا نديهم كتاب ونقول له لخص الكتاب، وانا جايب لحضرتك نماذج من الملخصات اللي الطلبه عملوها بايديهم حسب ما هم فهموا الكتاب. هو انا طلبت منه انه يعمل تلخيص للكتاب ويعمل كومنت، يعني مش عاوز اجبره ان هو يكون مردد زي لازم يبقى ليه رؤيه خاصه بيه. كومنت علق قول لي ايه اللي عجبه، ايه اللي ما عجبوش، ايه اللي بينتقده، ايه اللي يعني انا ما حددتوش. انا قلت له بص انت عندك ورقه فاضيه عليها من فوق تعليق اكتب التعليقات اللي عجبتك. بص حضرتك هو يعني كون ان الطفل يمسك ويكتب ويعبر مهما كانت كتابته مهما كانت تعبيره، انت ممكن تكتشفي فيه حاجه
او هو يكتشف جوه نفسه حاجه هو كان ممكن يعيش ويموت طول عمره وهو مش شايفها. ان هي بتديله مثلا ثقه بالنفس، بتعلمه ان هو يكون انسان حر الراي اكتر من كده. يعني انا في اطفال عندي، في طفل عندي في سنه سته ابتدائي اذكر اسمه جدا، اسمه محمد ثروت. الطفل ده بعد فتره خد مني مجله واثنين وثلاثه وكتاب واثنين وثلاثه، فجالي بعد فتره كاتب قصه قصيره. كاتب قصة. انا في رايي انا اكتشف في نفسه موهبه. انا اتواصلت مع الكاتبه الاستاذه سماح ابو بكر عزت، هي كاتبه اطفال مرموقه جدا. لما حكيت لها الموقف قالت لي انت مش فاهم انت عملت ايه. قلت لها طب وضحي لي. قالت لي انت الولد ده كان ممكن يعيش ويموت وهو مش عارف انه عنده ملكه الكتابه. صحيح. يكتب. صحيح. مدرسه تقرا بدانا نعمل، ندي الطلبة الكتب ونقول له اعمل الكومنت واعمل التقييم. انا عايزه اعرف حاجه، المبادره اللي انت عاملها بالتعاون مع مين بيمول؟ مين بيوزع معاك؟ مين بيتعاون معاك؟ المدارس شكل التعاون ازاي؟ هل بتتعاون مع وزارة التربية والتعليم نفسها ولا بشكل فردي مع المدارس؟ الشفاك بتضحك مش عارفه معناها ايه. انا اقول لك حاجه، يعني بصي، يعني هو الدعم الوحيد لنا بقى كلام ربنا، يعني سبحانه وتعالى. يعني هو المبادره لما بدات الاول، انا لما حصل الموقف اللي حكيت لحضرتك عليه في الاول، ان انا اكتشفت ان في حاجات او في ناس مش عارفه يعني ايه مجله ويعني ايه كتاب. بدات اجمع لمده 5 أو 6 شهور، جمعت يعني انا على حسابي الشخصي حوالي 900 كتاب ومجله او 1000 كتاب ومجله. بجد. وقررت ان انا ابدا في رمضان، وعملت بوست صغير عندي على الصفحه على الفيس، قلت ان الناس في رمضان في القريه عندي بتنزل توزع عرق سوس، بتوزع صوبيا، بتوزع بلح، انا هنزل اوزع كتب. يعني كان في الاول في كم تريقه وكم استغراب ويعني ايه اللي بيحصل ده، لحد لما نزلت يوم واثنين وثلاثه وانزل بكاميرا الموبايل وكل طفل بياخد الكتاب بيتصور وانزله على الصفحه واوثق ده. بدات الاطفال مثلا عنده ابن عمته وعنده ابن خالته وعنده جاره في بلد تانية او ما شابه ذلك، بدات الناس تستنى او الاطفال بدات تستنى. بياخد الكتاب ويرجعه لك تاني ولا لا؟ من البياكي بياخد الكتاب خلاص يبقى في مكتبه. ولو جالي تاني او اتصل بيا تاني او عنده ناس في البلد قالوا لي او بتجيلي دعوات من قرى تعالى عندنا، انا بقى حامل. لكن ليه ما يبقاش في تبادل للكتب؟ يعني تعمل زي مكتبه متنقله ان الطفل يقرا الكتاب ويرجعه فياخده طفل تاني. ده اللي بدا يحصل من غير ما انا ارتب له بقى، لان بدا الطفل اصلا يعني هو زي ما قلت لحضرتك هو قرا كتاب عايز غيره بقى. قبل الهوا قلت لحضرتك ان يعني هو الثقافه بالنسبة للناس دي كأنها رفاهية، تمام؟ أيوة. فلما وجد الكتاب ولقى متعة، أنا كنت بنزل من العربية في بعض الأحيان على الكوبري على الكباري وأقعد على الأرض على الرمل وأحكي القصص اللي ألمهم حواليا وأحكي القصص، تمام؟ فأنت بتفتح لهم شباك على عالم هم كانوا يعني زي الراوي بتاع الحكايات بتاع زمان. هو عالم بصي، هو ما عادش فيه جدات بتحكي وما عادش فيه أمهات بتحكي. لا صحيح، حد بقى تمام. أنا لما قعدت مع العيال يعني عارفه كميه بقى الانبهار والدهشه، تاخديهم وتدخليهم الى مدينه الدهشه، تمام؟ يعيش بقى معاكي. وانا بمناسبه ان انا بمارس الكتابه بقدر ان انا امارس الحكي. الكتابه بتاعت حضرتك متخصصه للاطفال بس؟ لا مش متخصصه للاطفال بس، انا عندي مجموعتين خصصتين للاطفال، واحده في الهيئه العامه لصول الثقافه اسمها كريم وعمر وريم، وداخله مشروع مسلسل كرتون. وعندي كتاب اسمه كنز العامه مسروره، ده في دار اصاله للنشر في لبنان. استاذ هيثم، حضرتك اب لبنتين. بنتين وولد صغير. ما شاء الله. تمام. يعني عندك 3 أطفال، عندك تمام. أسرة، بتشتغل مدرس وروائي، تمام. وفي نفس الوقت بتستهلك عربيتك، بتشتري كتب يعني على حسابك وبتوزعها، تمام. التكلفة دي كتير، يعني حضرتك بتغطيها ازاي؟ بصي، هو يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكرم، يعني دي رقم واحد. رقم اتنين ان يعني في ناس بس كلها مبادرات شخصية. يعني انا في دار نشر في القاهرة اسمها بوك هاوس، انسان يعني نبي يمشي على الارض، اسمه بهاء الحسيني. الراجل ده مديني ب 2000 كتاب، ثمن ال 2000 كتاب يتعدى ال 15000 جنيه، تمام؟ عندي مكتبه في طلعت حرب. يعني بمعنى ان في مساعدات بس بشكل فردي. هم مساعدتين كلها مساعدات خيريه، ملهاش علاقه باي جهه رسميه. طيب حضرتك اذكر اللي شاركوا معاك. هم مساعدتين اتنين فقط، الاستاذ بهاء الحسيني من دار بوك هاوس، واستاذ عمر احمد صاحب مكتبه اسمها عمر بوك ستور في طلعت حرب. الراجل ده عمل حاجه رائعه واكتر من رائعه. هو عنده الكاستمرز بتوع الزبائن بتوعه ناس مشاهير وناس مهمين جدا، فبدا يقول حاجه معينه، كل حد داخل له يقول له في مبادره اسمها كذا كذا كذا، لو هتاخد لهم كتب انا هديك تخفيض مثلا 80%. الكتاب مثلا او مثلا ب 10 جنيه يديه له مثلا ب 2 جنيه. زي في مكتبه برضو شهيره في الزمالك عندها كورنر للكتب المستعمله او الروايات المستعمله. على فكره انا ما وزعتش حاجه مستعمله، انا كل اللي وزعته نيو جديد. ال 10000 حتى الطفل ينبسط بان هو ماسك كتاب جديد بتاعه. ال 10000 ودي نقطه مهمه جدا، ان هو الطفل دايما بيحب الجديد. طبعا. يعني حتى لما كنت اديله مجله
مثلا مع الرزمه والحزمه وكده كان ممكن تكون متقطعه الغلاف ولا حاجه، يقول لي لا. في حاجه مهمه جدا احنا عملناها عشان الفيدباك اللي هو القوافل الثقافيه. بدات ان انا اجيب اعلاميين، بدات اجيب اساتذه جامعه، بدات اجيب صحفيين، بدات اجيب روائيين، وعملت قافلتين ثقافيتين عندي في قريه مجاوره للقريه بتاعتي اللي هي قريه دوامه، قريه اسمها عرب شمس. كم بقى انا كنت جايب معايا فلاش عشان نعرض فيها الحاجات، كم تفاعل الاطفال. عملنا ورش حكي، عملنا قافلتين، كان قافله العنوان بتاعها كيف تصنع طفل مثقف، والعنوان الثاني كان مفهوم الثقافه. انا بوجه رساله بقى للناس اللي هم قاعدين في التكييفات او قاعدين في الكراسي او قاعدين في المكاتب، بقول لهم انزلوا في التراب ده وانزلوا في الطين ده وبصوا للعيال دي وشوفوا للاطفال دي محتاجه ايه، شوفوا بيتفاعلوا ازاي. انا نفسي الناس تيجي تتفرج على العيال كاتبه ايه. طب حضرتك ورينا برضو. اتفضلي اتفضلي. يعني انا شايفه انه يعني حضرتك جايب الكتب واكيد عايز تعرضها. تمام. حضرتك بتعرضها برضو. هستاذنك في مداخله هاتفيه من استاذ عمر طهطاوي وبيشاركنا موضوعنا وتفاعل مع موضوعنا. استاذ عمر صباح الورد واهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. حضرتك متابع موضوع تحياتي ليك ولاسره البرنامج والاستاذ اللي عند حضرتك ده. استاذ هيثم عبد ربه الكاتب. انا معلش انا لسه فاتح التلفزيون. استاذ هيثم تحياتي ليك، صباح الخير. شكرا يا فندم، صباح الورد. طبعا ده مشروع جميل وانا يمكن اول مره اسمع بيه. وانا عمر الطحطاوي رئيس تحالف المقاولين المصريين. التحالف اصدر كتاب بعنوان وطن عربي ودين ازمه اسكان. ده اول كتاب في مصر بيصدر عن حل مشكله الاسكان في مصر والوطن العربي. واحنا كتحالف بنتطوع بألف كتاب نسخه مننا احنا لحضرتك. تمام. انك تديه لاطفالنا. نقدم منه نموذج لمستوى الثقافه والابداع والابتكار. الكتاب بيتناول حل مشكله الاسكان في مصر والوطن العربي وكيفيه الحلول ووضع منهجيه لحل مشكله الاسكان بالذات في مصر. اسلوب الكتابه قبل على جبينك يا سيد الفاضل. قبل على جبينك. اسلوب الكتابه يا استاذ عمر هل هيكون بسيط ومستساغ للاطفال؟ الكتاب واخدين منه كمان النماذج اللي هي قامت دي دور السينما المصريه اللي جسدت العديد من الافلام اللي جسدت حل مشكله الاسكان. زي عديد من الافلام اللي جسدت حلول مشكله الاسكان ده في الكتاب. واحنا كاتبين الكتاب بشكل مبسط جدا ويسهل على القارئ وتوصيل المعلومات. والله دي مبادره جيده جدا من حضرتك، مبادره ايجابيه جدا. انا هتكلم عليكي لو تليفوني معاكم او تدوني تليفونه. انا هبعت المركز الاعلامي بألف كتاب ممكن بعد يعني على الساعه 11 12 كده هو ويقوم بالدور ده هو. وانا انا قاعد هنا ساعتين بقى النهارده كمان. انا ادعو الكتاب والمثقفين يكون عندهم الحاسه حته الابداع والابتكار في تناول على قدر كبير من الثقافه. احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنناشد طبعا كل المثقفين وكل دار النشر واللي يقدر ان هو يساهم في هذه المبادره. وهنحاول حضرتك دلوقتي ما تقفلش معانا لكن هنحولك للكنترول روم علشان رقمك يكون موجود معانا ويحصل تواصل. وبنشكرك طبعا شكر جزيل على المبادره دي وعلى انك يعني تعطيت بشكل ايجابي معاها. شكرا لحضرتك. استاذ هيثم حضرتك مدرك انت عملت ايه؟ انت مؤسسه قائمه بذاتها، يعني عملت قوافل، عملت عربيه ثقافيه متنقله، مكتبه متنقله، بتشتري كتب وتوزعها، بتحكي حوازيت. يعني بص حضرتك، هو انا يعني في حلم انا يعني ربنا يقدرني يعني بامر الله سبحانه وتعالى بطلب من ربنا انه يعني ما يقبضش روحي الا ما اخلصه. انا بامر الله تعالى هبدا من بعد اجازه، يعني بعد ما اجازه اخر السنه تبدا ان شاء الله عشان انا مرتبط بالمدرسه، هبدا اروح وزاره التضامن الاجتماعي وهبدا اجيب تصاريح جامعه تبرعات. وبوجه رساله لكل رجال الاعمال وكل الناس المهتمين، انا عاوز اعمل مركز ثقافي قروي متكامل. مفيش حاجه القرى او المجمع القرى اللي انا فيه في امس الحاجه لده. انا عاوز مجمع ثقافي يكون فيه مسرح، عاوز مجمع ثقافي يكون فيه مكتبه. ده هيبقى مبادرات يعني خيريه زي ما حضرتك بتقول ولا ممكن يبقى فيه تعاون مع وزاره الثقافه؟ بص بقى ممكن يبقى فيها تسهيل اكتر. بص بقى حضرتك، انا هاسعى في الفكره والله. اي حد هيحط ايده فوق ايدي وهيبني معايا اوكي، ما حدش هيحط ايده انا شغال وهبني وهكمل لحد لما اخلص. مش هتستنى حد. مش هستنى حد، لان انا صوره المركز الثقافي ده انا رسمه في دماغي تماما بكل حجراته، بكل يعني طرقاته، بكل ندواته، بكل افكاره، بكل نشاطاته. مبادرة زي دي ممكن تنفع في مدن كبيرة، ممكن تنفع في القاهرة، ممكن تنفع في المحافظة نفسها، في الشرقية نفسها، المدينة، يعني ممكن ده ولا هو طب لأنه مخصص للقرى فالأطفال يمكن محرومين من ده. طب ودول مين لهم؟ يعني ودول العيال دي اللي هي لما كان بتخطف المجلة مني كأنه ملك الدنيا واللي فيها،
الناس دي مين ليهم؟ طيب لو احنا كل حاجه هنكدسها في المدن وهنكدسها، الناس اللي في المدينه اوريدي عنده ماما طبعا. عنده بابا بياخدوا. يمكن من عوامل تكديس المدينه هو ان مفيش خدمات كافيه، فبيحصل هجره داخليه، فيعني ده بيضغط على المدينه اكتر. يعني احنا محتاجين ان احنا نعمل حياه. على فكره هو يعني الهجره بمعنى السكن اوكي مفيش مشكله خالص. طب والناس اللي ما عندهمش قدره ان هم يهاجروا علشان يعيشوا حياه افضل، صحيح. هل هيفضلوا محطوطين على الهامش ومحرومين من كل حاجه؟ مش هينفع. طب نوعيه الكتب بقى اللي حضرتك بتعملها، هل بتختار يعني بتختار مواضيع معينه بشكل معين ولا اي مواضيع وخلاص؟ مجرد وحضرتك كنت بتعرض لنا الكتب. تمام لا هو مش اي مواضيع وخلاص طبعا. يعني انا المجموعه اللي معايا دلوقتي لو انا مسكتها لحضرتك في كتاب عن سر الفراعنة، تمام. فاحنا بنتكلم عن تاريخ وبنتكلم عن حضارة وبنربط الناس او بنربط الطفل بالمجتمع او بتاريخه وحضارته علشان يعرف اصله. تمام. في كتب للتنمية البشرية اللي هو مهارات مسلية، حاجة مبسطة جدا للأطفال. من سن كام؟ من أعمار كام؟ بصي هو المجموعة اللي معايا النهاردة تقدر تقولي للمرحلة الابتدائية بصفة أكبر، تمام، أو بصفة يعني أقوى، بتنفع للمرحلة الابتدائية لأنها كلها حاجات بسيطة ومبسطة. لكن مش بيطلبوا منك كتب معينة، نوعية معينة من الكتب؟ أنا هقول لحضرتك دي نوعية كتب الأدفنشر اللي هي المغامرة، اللي هو الجيل ده يعني بدل ما هيروح يشوفها في الكرتون على فكرة استمتعوا جدا جدا جدا، لأنه هو وهو بيقرأ الكتاب بيكون هو المخرج، هو المخرج بتاع الكتاب. برضو نوع من كتب التوعية اللي هو احذر الغرباء، تمام، اللي هي يعني مهمة قوي التوعوية او الكتب التربوية، تمام. برضو تنمية بشرية. في الفترة الأخيرة كان عندي مدام نهى سلطان، هي مديرة حضانة في مدينة الحسينية عندي، كان عاملة معرض كتاب وإحنا اتكلمنا مع بعض في الفكرة. عملت أول معرض كتاب يتعمل في قرية، يعني الحسينية تعتبر مدينة قروية بصفة خاصة. بعتت واتبرعت لي بمجموعة كتب لما سن أو سن ما قبل المدرسة، فبدأت أوزع. لكن الأطفال الصغيرين أنا بعد عليهم، طب أنا مش عارف أعمله إيه ده. بدأنا سلسلة التلوين، أقف مع العيال أقول له افتح الكتاب، إيه شايف الرسمة دي؟ رسمة إيه؟ قول لي ده دب. أقول له طيب ده بيتلون بلون إيه؟ بتشوفه في التلفزيون. يقول له أبيض وأسود. أوكي طيب أنت هتجيب ألوان. وفي آخر مرة أنا وزعت ألوان، يعني خدت ألوان معايا وتتعمل الحاجات دي. ده غير الحواديت بقى اللي بتقعد تحكيها لهم. الحواديت دي بقى أنا ممكن يعني مثلا في الأيام اللي هي أيام الجمعة أو الأيام اللي بيكون عطلة رسمية أو الأيام اللي ما بيكونش فيها مدرسة وما بيكونش أنا مشغول، أنا ممكن أقعد مرتين ثلاثة، ممكن بقى في ورشة، ممكن بقى جنب فرن عيش، ممكن على كوبري. طب أستاذ هيثم الأب بتلاقي وقت لأولادك؟ الحمد لله بلاقي. الحمد لله يعني بتلاقي وقت تديهم نفس الاكتيفيتيز دي او الانشطه دي؟ الحمد لله. هو انا يعني انا اسلوب حياتي ان انا من بعد المغرب بكون في البيت على الاقل خالص. وفي الحاله دي بقى اولادك يعني حابين القرايه؟ اولادي انا خدت شهرزاد بنتي كانت بتوزع معايا في بعض الايام انك تشيلها كتب وتشيله وقرأتها. لا وشهرزاد برضو بتحكي قصص فيعني الحياة كلها مرتبطة. تمام. شيلتها الكتب، والله شيلتها الكتب على ايديها ومشيتها معايا في وسط المزارع ووسط. طب ليه في الكوره بنسمع عن التسرب من التعليم؟ لا هو بقى موضوع التسرب من التعليم ده موضوع قضيه يعني قضيه تانية خالص، ولكن الولاد نفسهم ما لهمش علاقه بيه، بيبقى اكتر قرار من الاهل. انا هلخصها لك. موضوع التسرب من التعليم، موضوع التسرب من التعليم المحرك الاساسي في القرى هو المعيشه، عماله الاطفال، لقمه العيش. لقمه العيش. ممكن الاب مثلا ده ممكن بتتوزع، يعني تتوزع زي تركه كده. بمعنى ايه؟ انا عندي مثلا ثلاث عيال، الاول والثاني يتعلم، تمام، الثالث لا يطلع يشتغل معايا في الارض او يشتغل في ورشه. الاول يخش تعليم ثانوي عام ويخش جامعه، لا والثاني مش هقدر اصرف عليه فيخش تعليم فني. طب حضرتك يا استاذ هيثم من ضمن الثقافه ونشر التوعيه، تمام، يعني في الصين اللي بيخلف اكتر من طفل لا في غرامه او الحكومه غير مسؤوله عنه، مفيش دعم، مفيش تاني، ما بياخدش اي دعم. تمام. واحنا عندنا مشكله انفجار سكاني وعندنا جهل في حته برضو، يعني يقول لك لا حرام ما نحددش الناس له وما نقفش، يعني حاجات، يعني في ناس كده ما بتعملش العقل وما بتتدبرش الامر بتاعها او حياتها. تمام. هل من ضمن خطتك التوعويه او التثقيفيه على الاقل للاهل كمان؟ انا بشوف يعني بلاش انا، او البعض يرى مثلا انه شيء غير انساني بالمره ان انا بخلف اطفال كتير علشان اشغلهم. لا يعني انت هنا فقدت اهم عنصر، هو عنصر الحمايه والابوه، يعني انت ما هو دي استغلال الاطفال. تمام. يعني انا كده كشخص، اصل دي ثقافه خلي بالك. ما انا برضو عايز اخد من كلامها يعني في الجزئيه دي من هنا بقى، هل فكرت في تثقيف الكبار؟ لان لو الام والاب مش هنقول متعلمين، لو هم فاتهم التعليم بس عندهم ثقافه، يعني في ناس بتبقى
صحيح ان هي مش متعلمه تعليم جيد بس عندها الحد الادنى من الثقافه الحياتيه. دي النقطة اللي أنا اتكلمت فيها من شوية وأنا عملتها في مكانين. القافلة الثقافية اللي أنا بتكلم عن أو اتكلمت عنها من شوية. فكرة القافلة الثقافية تتمثل في إيه؟ زي ما قلت في الأول هو مجموعة من المثقفين، تمام؟ بدل ما إحنا هننتظر المثقفين دي إن إحنا نسمعهم في التلفزيون أو ما عندناش إمكانية إن إحنا نروح نحضر ندوات أو نروح نحضر لقاءات فكرية لا هم أو نحضر أمسيات، تمام؟ لا أنا جبتهم وصراحة أنا لما رفعت السماعة انا جالي حد من منظمه الصحه العالميه، يعني دكتور مهندس هاني فاروق من منظمه الصحه العالميه، راجل لف العالم، ولما رفعت السماعه وقلت له انا محتاج كذا كذا قال لي انا معاك وهنزل مخصوص، ونزل مخصوص وحضر معايا. طب هل حضرتك فكرت اتواصل مع وزاره الثقافه يبقى في تعاون؟ بص حضرتك انا ما فيش، يعني معظم الابواب الرسميه اللي انا اعرف ان هي عندها كتب ممكن تمول مشروع عربية الحواديت انا رحت، وعندي التوثيق ده بالصور، وعندي توثيق بالايميلات. طب زي ايه؟ زي ايه الجهات اللي حضرتك رحتها؟ يعني انا رحت صندوق التنميه الثقافيه، تمام؟ رحت قصر الثقافه في الزقازيق. طب بيردوا عليك بيقولوا لك ايه؟ والله قالوا لي كلام كويس جدا، قالوا ان احنا هنبعت كتب وهندعم وده حصل؟ ودول ارقام وما حصلش. لا ما حصلش اي حاجه. روتين ولا يعني ممكن يكونوا مش مؤمنين بالفكره، ما فيش وقت، ما فيش امكانيات؟ هو الاسباب دي بقى، الاسباب دي هم اللي ردوا عليها، لكن اللي انا اعرفه ان 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 مخازن الهيئات الرسميه كتب ما حدش بيبص فيها. انا اعرف ان فيها كتب. طب مش يمكن ده محتاج متابعه برضو من حضرتك؟ يعني ما فيش حاجه بتيجي من مره. طب انا هطرح حضرتك فكره. انا حاضر، لو انا افترضت ان الاستاذه مها دكتور، تمام؟ وحضرتك بتروحي كل يوم المستشفى، اوكي؟ والمستشفى دخلت يوم لقيت واحد بينزف قدام المستشفى. هل انت محتاجه ان حد يقول لك ابليس دكتور شيل ده وديه جوه؟ لا طبعا. انت دكتور في المستشفيات المصريه حضرتك محتاج كل حاجه. لا لا محتاج تعمل كده واكتر. انا عندي صفحه على الفيس على فكره، عندي ناس كتير جدا شغالين في الثقافه، عندي ناس روائيين كتير جدا، عندي ناس كتاب كتير جدا، وكل يوم بيعلق لي على الصور وعلى الفيديوهات يقول لي رائع ولايك وبرافو. قول له طب حضرتك يعني ورينا المجهود. يعني ما هو انا قلت لحضرتك اهو. انا طيب تخيلي بقى، انا الدعم المعنوي جالي مثلا، جالي من الفنانه كندا علوش، تمام؟ انا في يوم فوجئت ان الاستاذه كندا عامله كومنت وبعت رقم تليفونها وانا معاك، وانا يعني هي دخلت في فيلم هبت دلوقتي بتصور، قالت لي انا مجرد ما اخلص تصوير انا هنزل واقضي معاك يوم واوزع معاك في البلد اللي انت بتروح فيها. شكل يعني طبعا الشكل الامثل للثقافه هي القراءه، يعني ده ولا الف الف ب ثقافه. طبعا الف ب ثقافه، بس في ادوات تانية للثقافه، تمام؟ ممكن تكون برضو ليها رد فعل سريع مش طويل المدى زي القراءه، يعني بعد شويه هيبدا يبقى عنده ثقافه، يبقى عنده يعني فكره مبدا القرايه نفسه ان هو في اي حاجه يستعين بكتاب. زي ايه؟ بس يعني ممكن مثلا مسرح، ممكن مثلا عن طريق حكاية قصص، ممكن عن طريق توعية، ندوات توعية، ده بتفكر فيه في خطوات جاية؟ ما هو المركز الثقافي اللي أنا بقول لحضرتك عليه، أنت أي فعالية أو أي إيفنت من الحاجات اللي حضرتك قلتيها محتاجة بنية تحتية. أنا لما أعمل مسرحية هعملها فين؟ صح. أنا لما هعمل ندوة، القوافل الثقافية اللي أنا عملتها، أنا عملت قافلة استضافتها جمعية خيرية في قرية عرب شمس، والقافلة الثانية تم استضافتها في المدرسة الابتدائية. الحكي بقى واللي بتقولي حضرتك ده أنا عملته بالفعل. أنا جبت مخرجة من المسرح القومي اسمها الأستاذة ياسمين إمام، وهي كاتبة قصة في الأساس، وعملت ورشة حكي للأطفال في قرية عرب شمس، وجمعت الأطفال من القرى بقى، من قرية دوامة، من قرية الكتيلة، من قرية العطلات، من قرية أولادهم. بيتفاعلوا معاها؟ اتفاعلوا جدا. انت بتتكلمي عن، عارفه حضرتك لما يبقى ارض عطشانه ومشققه كده، تمام؟ وبعدين تيجي تحطي فيها الميه، تخيلي الارض دي بتشرب الميه الى اخر قطره، تمام؟ الاطفال، انا اتكلمت مع الاستاذه ياسمين امام، بقول لها على فكره انا عارف ان هم ازعجوكي عشان هم اول مره يتعاملوا مع حد ضيف غريب. قالت لي بالعكس، ده هم طول الورشه الحكي وهم منصتين وصاغيين وعايزين يسمعوا اكتر. عايزين يسمعوا اكتر. انا بعد الورشه ما خلصت، انا في اطفال كانوا حضانه كان بيبكوا والله، بيعطوا متمسكين بالناس وعاوزين حدوته تاني. حضرتك شايف ان يعني فكره ان احنا نبدا مع الاطفال من السن الصغير قوي، تمام، في القراءه، هنا هتكون القراءه بالنسبه له معاده، غير لما نيجي لناس كبار ونبدا نعلمهم من اول وجديد ان استعين بكتاب ولازم تقرا. حضرتك بتفتحي حاجات انا مش واخد بالي منها، لكن هي حصلت بالفعل. انا عملت عربيه حواديت للكبار،
يعني انا وزعت على الكبار حوالي 700 او 800 كتاب. ايه اللي بتلاقيه اصعب، استجابه الاطفال ولا استجابه الكبار؟ لا، اللي بلاقيه اصعب هو استجابه الناس اللي هم سواء اولياء الامور الاطفال او الناس اللي هي بتحارب اي حاجه جديده. يعني في يعني الكبار تقريبا، انما الطفل عشان بيبقى بيتشكل زي ما بيقولوا عظمه طري. ف بس موضوع الكتاب، انا الدكتور هاني فاروق على ما اعتقد في اول قافله ثقافيه اتعملت قال حاجه مهمه جدا، قال هو عاش بره مصر فتره كبيره، فقال ان الاطفال بيكون عندهم بره نفس العربيه المشايه اللي الطفل عندنا بيتعلم عليها المشي، تمام؟ قال حاجه غريبه جدا، قال ان احنا عندنا العربيه بيكون فيها شويه حاجات بتعمل اصوات او صفارات وزمرات ومش عارف ايه وحاجات كده تعمل اصوات. بيقول ان بره من ضمن الحاجات اللي موجوده نموذج لكتاب مصنوع من ماده معينه، مصنوع من القماش عشان لو حطه في بقه ما يعوروش. الكتاب ده بيبدا يتطور شكله، فالطفل من وهو لسه بيحبو ولسه رضيع بيبي بيشوف حاجه اسمها كتاب، بيتعود على شكله. أنا وبعد كده هي اللعبه دي بتتباع فعلا، يعني تمام. الكتاب اللي على القماش ده اللي بيعمل اصوات بس مش بيوصلنا عندنا. اكيد ده لما ده في محلات اللعب يعني مش بيوصلنا. فاحنا انا يعني هو الفكره ان انا يعني في احد الفيديوهات لما كنا بنصور وبنعمل الفيديوهات للعربيه، انا قلت ان ممكن كتاب تحطه في ايد طفل ممكن يغير مجرى حياته. طبعا وده حصل طبعاً. ده حصل، ده حصل. يعني انا في عندي بنت يعني اولى اعدادي، تمام، اولى اعدادي، وكان اول كتاب هي بتقول لي ان انا اول كتاب اخده وراه في حياتي عن ويليام شكسبير، كان ترجمه لحياه ويليام شكسبير، تمام، من ضمن مجموعه الكتب اللي كان بعتها لي الاستاذ ده حسين الجلوكوس. تخيلي ان بعد البنت دي بعد فتره عملت لي ريسيرش، بحث عن حياه ويليام شكسبير ان انجلش. برافو. ان انجلش البحث موجود عن ويليام شكسبير. لقيت ناس ثانيه عامله لي ريسيرش. بالنسبه لهم الكتاب هو المصدر الرئيسي للمعلومه، مفيش انترنت، مفيش امكانيه للدخول على الانترنت، فبالنسبه لهم الكتاب هو المصدر الرئيسي. هو في امكانيه للدخول على الانترنت بس بيبقى بنوع من التفاخر. يعني انا مثلا صديقي عنده موبايل وفي امكانيه دخول النت، يبقى انا لازم يكون عندي موبايل، وبيستخدموه اكتر في عمليه التواصل والهزار لكن الكتاب انا في رايي الشخصي انه يظل لا غنى عنه طبعا، يظل هو المصدر طبعاً. الكتاب ده هو الحاجه اللي بتربط الناس بالماضي وبتربطه باللي هو فيه. الكتاب وهو نايم ممكن ياخده في حضنه، الكتاب وهو ماشي ممكن يقراه، الكتاب بيعمل نوع من الترابط ونوع من الجسر بين كل حاجه. طب استاذ هيثم، اخيرا تؤمر بايه يعني من خلال الشاشه بتاعتنا؟ الامر لله. هو انا مش هو مش امر هو او الرساله اللي عايز توصلها. هو رساله لاي حد في البلد دي يجهل او لا يعلم او مش واخد باله، بلاش نقول يجهل او لا يعلم، مش واخد باله ان 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 الثقافه ما هيش رفاهيه. الثقافه هي خط الدفاع الاول ضد الارهاب طبعاً. خط الدفاع الاول ضد العنف، خط الدفاع الاول ضد الارهاب، خط الدفاع الاول ضد العصبيه، ضد الجهل، ضد الجهل. القسوه كمان. الثقافه هي المعادل للحوار، هي المعادل للانتاج، هي المعادل لصناعه حضاره جديده، صناعه حضاره جيده، صناعه حضاره تعادل وتكمل. وحضرتك طبعا نموذج مشرف جدا للمعلم، يعني احنا دايما ننتقد المعلمين ونقول دروس خصوصيه وما بيروحوش المدارس والى اخره، ولكن حضرتك فعلا نموذج مشرف جدا للمعلم. فينا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، بنتمنى لك التوفيق. استاذ هيثم عبد ربه الكاتب الروائي وصاحب مبادره عربيه الحواديت، شكرا جزيلا. نشكرك وبنتمنى لك التوفيق، وبنضم صوتنا لصوتك، وان شاء الله يكون في مساهمات ومشاركات في الحمله بتاعت حضرتك. شكرا. انا المليار شكرا يا فندم على الاهتمام بالمبادره والاستضافه النهارده، تفرق كتير جدا مع المشروع. شكرا. نورتنا مشاهدينا، هنسيبكم مع فاصل ونرجع علشان نكمل فقراتنا في صباح الورد. انهم ينتشروا في كل الاماكن اللي بيتردد عليها الستات بكثره، زي زنقه الستات وغيرها. امرتهم ان يراقبوا تردد اشخاص معينين من الرجاله والستات في الاماكن دي، ويلاحظوا اي محاوله من الاشخاص دول للايقاع بالستات. انت عارف هيحصل لك ايه لو ظبطت بسلاح متهرب ومش مترخص وبيعوا لك واحد بلطجي كمان؟ عارف يا فاطمه، وانا كنت بذاكر صورتك ما بتفرجنيش، كنت بنتظر بفارغ الصبر ظهور النتيجه عشان اجي وافرحك واشوف الفرحه على وشك، واني بقول لك اني نجحت يا فاطمه، كانت بتبكي هي دي فرحتي. فاكر يا فاطمه انا عملت كل حاجه صح زي ما بيقولوا لي، ذاكرت كويس، اتخرجت من كليه القمه الطب، كانوا بيقعدونا ايام الدراسه بالخمسه عين عياده
عزبة، عمارة، عروسة. الظاهر ان انا كان عندي ارق امبارح فما نمتش كويس، حسيت ان دماغي تقيلة فاستأذنت ساعة من الشغل وجيت انام. اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره الفنيه. النهارده فقرتنا الفنيه هتكون مختلفه لان مشرفنا فنان متميز جدا في الفتره الاخيره، كمان لمع في ادوار مهمه جدا، شفناه في دور مهم في مسلسل الف ليله وليله في رمضان اللي فات. ضيفنا النهارده هو الفنان المتميز إيهاب فهمي، وكمان ليه مكانه مهمه جدا في نقابه المهن التمثيليه. هنتكلم معاه عن المشاكل اللي قابلته في النقابه وكمان عن اعماله الجديده. صباح الورد ومنورنا يا إيهاب، ويعني مش اول مره تجي لنا قناه تانية. ده شرف ليا وانا متشرف بحضراتكم. اهلا بيك. ويمكن في المقدمه كنا بنقول ان في الفتره الاخيره لمعت جدا، ادائك بقى مختلف، بقى متميز جدا. اختياراتك بتكون ازاي؟ والله بصي، يعني مسألة الحاجة اللي لازم الواحد يؤمن بيها النضج الفني، السنين والعمر والوقت ده بتوصلنا لنا، والخبرات الحياتية كمان بتضيف للفنان طبعا أكيد، وبشوف أكتر وبتعلم أكتر وكل يوم بيمر على الإنسان وكل ساعة بتمر على الإنسان بيبدع فيها بيتعلم أكتر. أعتقد أن السن بيفرق، يمكن واحنا في البدايات قوي بنبقى فاكرين الموضوع مختلف وان احنا نعمل كل حاجه، بنتعلم يعني والحمد لله. زي ما بيقولوا الانسان بيبقى موهوب فعلا انه بيتقدم عبر السنوات، لكن لو المساله بتبقى خدعه او بومينج يعني من غير اي اساس بتنتهي مع سنوات العمر لما بتكبر. يعني بتشوف يا ايهاب ان الممثل اللي نقول بقى داخل بواسطه او مزقوق زق كده بيبقى ظلم نفسه لانه ما اداش لنفسه مساحه الخبره التراكميه وانه يقف قدام الكاميرا وانه يدرس دوره كويس و و الى اخره؟ طبعا بصي، الفنان الحقيقي او الحقيقيه هي زي ما بيقولوا ايه، لما بتسيبيها بدون تخديم عليها، يعني انا بخدم على الموهبه، بخدم على الممثل من دعايه ومن اعلام ومن صور ومن صحافه، لما الحاجات دي بتبتدي تسيب الموهبه لوحدها بتكشف. لكن ودي غصب عنك مع مرور السنوات، ان اي شيء جديد بيبقى له بريق اكتر، كل ما بيستنى بتشوفي اللي بعده الغربال الجديد بقى. بالظبط. فلما بتطلعي بقى لفوق بيبقى انت وموهبتك بقى ومنك لجمهورك ومنك لوقتك، ودي بتبقى اصعب. خلينا نتكلم عن ادوارك الجديده وبرده الاختيارات فيها. عندك في ولد فضه، ده دور صعيدي، وانت قلت قبل كده ان انت بتقوم بدور الصعيدي بس بشكل مختلف. وعندك برده الكنكه. في ولد فضة، انا عادة ما بحبش اتكلم على حاجة غير لما بتعرض، بس انا هقول يعني بسرعة جدا. ولد فضة هو شخصية صعيدية عندها بيت، عندها أسرة، عندها قد يبان في بعض الأحوال ان هو بلا موقف، غلبان زي ما بيقولوا ايه مع نفسه كده، مراته ماشية بتاع، لكن في النهاية وقت لما بتوضع في موقف حق وحقيقة بيبان رجولته، بيبان معدنه، بيبان أصله، إلى حد ما هو راجل عنده حتة رومانسية شوية. أنا بقى لي السنتين اللي فاتوا دول شر، فقلت السنة دي نرجع تاني رومانسية. نخفف شوية. والحمد لله طبعا. كان تقريبا الشر والأدوار السايكوباتية المركبة. والله بص، يعني أنا بحب الشقة، مش مسألك بحب، أنا بشقيان يعني. أيوه. فولد فضة ده بطولة النجم الجميل الصديق عمرو سعد وإخراج الأستاذ أحمد شفيق. والخانكة بطولة طبعا النجمة الجميلة غادة عبد الرازق والأستاذ ماجد المصري وإخراج الأستاذ محمد جمعة، وده أول مسلسل فيديو ليه. أعتقد أنه مهم. لكن نفهم من الاسم أن دورك فيها يكون مختلف، شخصية مختلفة. فين؟ في الخانكة. مختلفة خالص. خالص يا خانكة. هنشوفها. بدأت تقريبا من التسعينيات وطبعا اشتغلت مع معظم مخرجين مصر وتنوع في الأدوار. دايما كده ما بتقعد مع نفسك زي ما بيبقى دايما في الفيلم في الماستر سين، أكيد إيهاب برضو ليه الماستر ووركس أو الأدوار اللي هو حاسس إن هي محطات يعني فيها نقلة في حياته، إيه الأدوار دي؟ والله بصي يا مها، أنا الحقيقة يعني والله مش بقولك كده، انا كل دور بيجي لي حتى لو صغير بجتهد فيه جدا، بس هو في انا بتوه، بقيت اتوه دلوقتي ايه العلامات يعني هو بتفرج معاكي مش فاكر يعني لقيت ان كل ده انا عملت هنا حاجه، فراي وسكين عملت حاجه، فضيت راي عام عملت حاجه، في القطه العامي عملت حاجه، الخطيئه، السنوات الذهاب وعوده، مش قادر اقول غير ان الحمد لله ان انا اتعلمنا من اساتذتنا جميعا، يعني ان كل دور بتعمليه استمتعي بيه، يعني ما تعمليش دور لمجرد انك عايزه تمثلي زي ما بيقولوا اكل عيش. الحمد لله بدايتك كانت مع خيال الظل.
ولا كان في حاجات قبلها؟ لا انا بدايتي الحقيقيه كانت مع الاستاذ عادل صادق، ربنا يديله الصحه والعمر، في مسلسل اسمه صباح الورد، ودي كانت اول مره استاذ عادل صادق اسمه صباح الورد. صباح الورد. اوكي، يعني نظري برضه احنا اللي خدنا منك الاسم. كان مجموعه كبيره جدا في الوقت ده، كانوا نجوم يعني شريف منير، وائل نور، احمد ادم، ايمان الطوخي، وفاء صادق، صفاء الطوخي، مدحت صالح، كنا مجموعه كبيره قوي. مفيش اي عمل شاركت فيه وندمت ان انت شاركت فيه؟ ليه؟ في اي عمل فني شاركت فيه وندمت حسيت انه والحقيقه لسه السنوات الماضيه دي ايه بقى ليه؟ ايه الاسباب؟ والله ظروفه الانتاجيه كانت مش لطيفه، هو ما كانش لطيف، اللي احنا اللي كان في الورق ملوش علاقه باللي بيتصور. يعني بتحصل فعلا ان ممكن يبقى في حاجه في الورق وتيجي تصور تطلع حاجه تانية؟ ازاي دي؟ ازاي؟ ما هو ده اللي دخلني النقابه. بجد؟ وده يخلينا نتكلم عن مشوارك في دخول نقابه المهن التمثيليه. حصل ازاي؟ والله زمايلي، يعني زمايلي هم اللي اصروا ان انا، يعني انا فزت بلاتوهات وفزت شغلي الحمد لله، الحمد لله كل الزملاء اصدقائي، وانا عمري كنت فكر في الخطوه دي، لان انا مش عشان حاجه، انا بشوف انها ليها ناسها وليها وقتها. اصرار زمايلي السنه اللي فاتت وتحديدا قبل رمضان، واحنا كنا في شهر 6، لازم تنزل مش لازم تنزل، قلت لهم يا جماعه الدنيا اتغيرت، طبعا البلد بتمر بحاجات لطيفه جدا يمكن ما كانتش موجوده قبل كده. بس شافوا ايه في ايهاب تحديدا عشان يبقى هو المرشح انه يدخل النقابه يمثلهم؟ يعني طبعا مهم ان انت، يعني في ميزه ان انت عايش في المجال وعارف المشاكل على ارض الواقع اللي بتواجه الممثلين، ولكن هم اكيد برضو متوسمين فيك حاجه تانية زياده، بحيث ان هم يقولوا ايهاب انت اللي هتغني يا منى. بالظبط. بصي هقول لك على حاجه، انا يعني انا ما اقدرش اقول غير يعني اقول اشكر، يعني هم بيقولوا عليا ان انا جدع بحل مواقف. تمام. مش معنى كده برضو ان انا في المدينه الفاضله، يعني احنا بنصطدم بقرارات، بنصطدم بحاجات، لكن بنحاول. ايه المشاكل اللي واجهتك، وايه اكتر حاجه حمستك انك لازم تدخل بقى النقابه علشان توصل صوت الممثل؟ يعني يمكن حضرتك، يعني يمكن اشرت النقطه دلوقتي ان الورق حاجه وجيت تنفذ لقيت حاجه تانية، دي من الحاجات اللي هي واضح من المشاكل اللي بتضايق ممثلين كتير، وكنت حابب ان ده يبقى ملف من الملفات اللي هتناقشها في النقابه. ايه تاني؟ والله احنا طبعا كان عندنا ملف التامينات وملف الصحه وكرامه الفنان. يمكن احنا عشان نبقى صراحه يعني نجحنا بنسبه 70%. مساله كرامه الفنان اللي هي وقت العمل، احترام الفنان كتتر، احترام الفنان كاسم، احترام الفنان في اجره، احترام الفنان من مين؟ من المنتج ولا من مين؟ من كل الجهات. المنتج برضو احنا بنحمل المنتج حاجات، المنتج هو يعني عشان نكون بصراحة هو ممول للمادة. للمادة يعني. لكن في النهاية انت محاطة بمثلا بوقت مش لطيف، بشارع مش لطيف، بتعامل في بعض الأحيان مش لطيف، مش من جهات الانتاج، من جهات اللي بتصوري فيها. الأجور عندنا مشاكل كبيره جدا في الاجور، مش اجور يعني ما صوتش الغالي والعالي، ما عندناش قاعده اساسيه للاجر. طب ال70% دي هل هي لسه في دايره القرارات النقابيه، ولا خلاص الممثلين فعلا حسوا بهذه القرارات؟ الحمد لله حسوا بنسبه كبيره جدا، بس احنا بينقصنا بعض القرارات تفعل ان شاء الله مع مجلس النواب. ليه بيتقال؟ يعني عندنا قرارات وقوانين للدوله مش للنقابه. طب ايه اللي محتاج توديه مجلس النواب؟ والله احنا عندنا حاجه اسمها نفسنا نوصل فيها للفنان الاجر الموحد، اللي هو يومه، يعني في عندنا اجر يومي، عندنا فنانين كاسرين واسماء واساتذه بس ده ممكن، يعني ده مش بيتناقض مع الابداع؟ اللي هي فن مع الابداع، يعني اقصد ان في فنانين مبدعين جدا، في فنانين اسمهم كبير، فبطبيعه الحال هل ممكن نساوي كل الناس دي مع بعضها؟ لا انا ما اقصدش المساواه في الاجور. ايوه يعني ما ينفعش، لا طبعا احنا عرض وطلب واسماء وفي اسم كبير وفي اسم صغير وفي، لا انا بقصد الاجر موحد، بمعنى اللي هو زي اللي بيسموه في الموظف الاجر الاساسي حد الأدنى. مثلا ما عندناش حد ادنى. بمعنى عندنا ايه، ما تيجي النهارده ب 100 جنيه، ما تيجي النهارده ب 200 جنيه، ما تيجي النهارده ب 3000 جنيه. ليه اتقال على نقابه المهن التمثيليه ان هي بقت زي دار المسنين؟ والله احنا بنحاول نغير الفكره دي. طب ليه اتقال عليها المسمى ده؟ والله مش بيتقال على نقابة المهن التمثيلية، عشان بيتقال على كل النقابات. يعني احنا عندنا مشكلة في دور النقابات في مصر، ان احنا بنتعامل مع النقابة دي انها جهة زي ما بيقولوا ايه، عالجني. لا، النقابة في اي شيء، مهندسين، ممثلين، معلمين، المحافظة على المهنة زي ما
بينشأ نقابة خاصة بحضراتكم دلوقتي، نقابة الإعلاميين، هي نقابة تحافظ على المهنة وتحافظ على كل وتحافظ على المهنيين اللي طبعًا بيشغلوا فيها، ومش صحيا بس. المشاكل وصلت لمرحلة إن بقى حلها صعب، وده اللي خلى هشام سليم مثلا ينسحب من النقابة. هشام سليم أولا مبدئيا موجود أو غير موجود والنقابة، هو رجل له فضل كبير جدا على النقابة، مش كممثل يعني. هشام دي تالت دورة يعني. أنا هشام بالنسبة لي نموذج من نماذج الأعضاء مجلس الإدارة اللي أنا أتمنى أكون زيهم وبتعلم منهم. هو دي تالت دورة موجود فيها. هو هشام عايزين نبقى بس صراحة، هو موجود لم ينسحب، ولكن هو يعني أذاع على الفيسبوك على موقعه وهو بينسحب، واحنا وصلنا معاه لان لسه مش قادر يقدم، مش عشان الشمس دي، مش قادر يقدم عشان في مشاكل في النقابه نفسها، قوانين مش نقابه، قوانين دوله مع النقابه. طب ايه مشكله ان النقابات ما بقتش تأدي دورها كما يجب؟ ان للاسف هم بيسيبوا مشاكل المهنه وبيدخلوا السياسه. يعني احنا شفنا نقابات، مش عايز اقول بقى ذكر اسماء، بقت السلالم بتاعتها على طول الوقفات، يعني بقى في تسييس للنقابات من قبل اعضائها. فمع مرور السنين لا خلاص بقى، يعني الواجب الاساسي او المهمه الاساسيه راحت. والله بصي الموضوع ده طويل قوي، يعني ده افسد دايما. انا ده رايي الشخصي. هناك شعره بين حريه الراي وعدم الراي، يعني في فرق ان انا اكون رايي معاك حضرتك. احنا في عندنا لخبطه، الاوراق مختلفه، واحنا اتكلمنا في ده مع بعض قبل كده في اللقاءات. صحيح. الورق عندنا مختلف، لكن انا عشان كده دايما لما حد من زمايلي بيقول لي بنخش في ساعات موقفنا ايه، يعني احنا ساعه نقابه الاطباء ما عملنا بيان. احنا عملنا بيان مش عشان انا ما بخشش دلوقتي في مين عمل ايه، انا بخش في ان البيان كان واضح وصريح، عشان برضو الناس بتاخد عندنا حاجات. قلنا نحن مع النقابات في حق كل النقابيين اللي معاه، كل النقابات، يعني دافع عن الطبيب كنقابة أطباء ده حق، قلنا له الحق في الدفاع عنه. مخطئ أو مش مخطئ نقابته اللي تحاسبه، لكن أنا بقول النقابة هتدافع عنك. أنتوا وقفتوا مع الأطباء في وقفتهم مش كده؟ طبعًا. كنتوا مستندينهم في الوقت، مش وقفتهم بقى حضرتك إن إحنا برضه عشان الناس مش غلط هيصة، لا مش هيصة، إحنا بنقول النقابة لها دور في كل من معها. بس هي ما اتفهمتش كده يا إيهاب، يعني اتفهمت ان هي هيصة، واتفهمت ان حد يقولك طب ما تشوف نقابتك انت الاول، انت بتتدخل في نقابة. يعني ما هو ده اللي بقول حضرتك عليه، هي الشعراية. في فرق بين، احنا قلنا تضامنا، ما قلناش تفاعلا، يعني ما قلناش حضرتك هتعمل وقفة فاحنا هنعمل وقفة. طب ايه الفرق ما بين التفاعل والتضامن؟ التضامن ان انا حضرتك في موقف انساني فبقولك انا معاكي، لكن انا مش معاك انك تمتنعي. انت مؤيد موقفهم، لكن اضربهم لا اؤيده. لا طبعا، عشان انت شايف ان هم عندهم احتياجات وان هم لازم يبقى في استجابه ليهم. يعني انا مثلا شفت موقف قدام عيني انا شخصي. يعني في احدى المستشفيات، يعني في واحد توفى مريض، انا واقف لقيت ناس جرم بشر زي ما بيقولوا دخلوا اقتحموا المستشفى وضرب ضرب 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 في الطبق. طب مين يقول كده؟ مين يقول كده؟ يعني مين يقول ان انا بقى مع الموقف ده اتضامن معاه؟ ايوه صح. لكن وعشان مات، طب ما ده قدر الله يعني. صحيح. وبعدين الظاهره العامه ايه؟ ان كلنا مخطئين، يعني او كلنا مخطئون زي ما بقول. يعني ان انا دلوقتي حضرتك واحد توفى، يبقى الدكتور اللي موته او الممرض. ايه المشاكل اللي قابله للحل في المهن التمثيليه؟ وهل المشكله هي نقص قوانين او تغيير قوانين؟ ولا المشكله ان هي القوانين موجوده بس محتاجين امكانيات نفعلها؟ عندنا كل حاجه مطاطه. عندنا لفظ اسمه حريه الابداع. خلاص، حريه الابداع ده، طب ما هو بيوصل لحد الافلام اللي انا اسف يعني، ما هو حريه الابداع دي هتقف لحد فين؟ عندنا حاجات كلها مطاطه، عندنا قوانين غير مفعله، عندنا مواد من القوانين بتخش على بعض. يعني صحيح. بالظبط. يعني يعني تلاقي اللي كسب علشان في عكس القانون. يعني بالظبط. بالظبط. عندنا مساله، انا اسف يعني، ان اي حد يدفع قضيه على حد، فاحنا من ضمن الحاجات المهمه جدا عندنا ان احنا كنقابه، قبل ما حضرتك تفكري ترفعي قضيه على فنان ارجعي لي انا اخد حقك منه، لكن واحد ماشي في الشارع يقول لك ايه، لا 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 الصوره دي مش عاجباني انا هرفع عليها قضيه، ده فعل خادش للحياه. لكن حضرتك شايف ان الدراما المصريه زي ما كانت الاول السنين اللي فاتت، يعني بنقول مثلا من 10 سنين لسه الدراما المصريه محتفظه بده؟ دلوقتي بقينا نشوف المسلسلات التركي والمسلسلات الهندي والمسلسلات حتى صيني. الخليجي بالظبط دخلت وبقى ليها نسبه مشاهده كبيره. ليه احنا يعني كدراما مصريه ما بقيناش في المكانه اللي كنا محتفظين بيها الاول؟
اتعلمنا ودرسنا ان الفن مرآة عكسها للمجتمع. هل المجتمع المصري من 10 سنين هو نفس المجتمع المصري؟ لا، ما المفروض الفن بقى يعكسه حلو. في الوقت ده مرآة عكسها، مش ليست اعكس، انا اعكس ما يحدث. ان الدراما المصرية اللي هو المجتمع المصري، الشعب المصري يمر بفترة تمرد وتغير. ده حل الدراما، الدراما بتتغير. بتعكس بس يا إيهاب ولا برضو تبقى قدوة؟ لازم يعني ده حل يعني طبعا. يعني عندنا يعني مثلا لو افترضنا ان احنا في مرحله، وده يمكن حصل جدل كبير على هذا الفيلم عبده موتى، لو احنا في مرحله المجتمع عشان بيعدي بمرحله تمرد وتغيير، ان احنا في مرحله عبده موتى، طيب هنقعد نعكس عبده موتى طول الوقت ولا بالتوازي زي ما عكسنا طبعًا نقدم حاجه فيها طبعًا قيم برضو طبعًا تفكرنا طبعًا بحاجه كويسه؟ خلي بالك برضو عشان ما نخشش في حته عبده موتى بيمثل قطاع من المجتمع المصري مش هنقدر نهرب منه. تمام؟ بس ما تبقاش كل افلامنا كده او كل مسلسلاتنا تنوع بقى، عايزين طبعًا تنوع. احنا طبعا بس احنا ما نحطش يعني، خلي بالك ان مصر كان بتمر فتره من الفترات كنا بنتقبل اشياء، قد نكون الان لا نتقبل اشياء. بدليل حضرتك تقبلت فيلم الانسه حنفي سنه 54، راجل بيتقلب لست حضرتك. النهارده لو جيتي تقولي ده تقولي ايه ده، ايه ده، هو عامل كده بس معمول في اطار كوميدي برضه. تمام. يعني ما حسيتوش انه خادش، بس اصل كنت الفكره دي بتتقبليها. محمود عبد الرحمن ومعالي زايد صحيح، يعني حضرتك لو عملت الفكره دي في اي افكار دلوقتي هيطلع ممكن واحد يقول لك ايه هذا ازدراء لخلق الانسان. انا في النهايه انت بتتعاملي في حاجات. طيب ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان احنا عايزين الدراما تعكس حياتنا بمشاكلنا بعدم تقبل الجديد اللي هو المفروض العكس بقى. ده احنا المفروض ان احنا ب 2016 دلوقتي نبقى بنقبل كل ما هو جديد ويبقى مواكبين للي بيحصل بره، لكن برضه في يعني عوده مره تانية للانغلاق. تمام. هو جمال الفن جماله ان حضرتك تقبلي وانا لا اقبل، حضرتك تحبي وانا ما احبش. جمال الفن ان احنا نختلف او نتفق. أيوة. في وسط الاعمال حضرتك ممكن تلاقيها وحشه، تلاقي اعمال مهمه جدا، هو ده بقى. لكن لو عندي كله سيء يبقى انا في خطر. ما هي دي المشكله، انه احنا لقينا فعلا الكام سنه اللي فاتوا ان في موجه من الافلام واخده اتجاه واحد، حتى الناس كلها قاعده تتكلم قالت لك خلاص حفظنا البلطجي والرقاصه والبلطجي والرقاصه. يعني تحس ان في سكتشات ثابته داخله في كل الافلام. طب أيوة. وماذا عن المشاهد او المواطن اللي نفسه يشوف الاسره المصريه، يشوف حاجه فيها قيم واخلاق، يشوف حاجه بتمثله هو؟ ما انا برضو بتوحد مع الدراما وانا بتفرج عليه. تمام. يعني انا اوعدك ان ده بيتم وهيتم، اللي هو تنوع يعني كده وكده. بس برضو عشان نكون صراحه، احنا بنمر بفتره تمرد فني ومخاض فني. اعتقد انه لكن انتوا يعني بتتدخلوا او بيكون ليكم راي استشاري في الاعمال اللي يبقى فيها تجاوز؟ وهي بتبقى باينه يعني، بيبقى في اعمال فيها تجاوز، حتى اعمال دراميه مش بس سينمائيه. بيبقى ليكوا اي شكل من اشكال التدخل حتى ولو استشاري؟ للاسف ما هو ده اللي بنتكلم عنه، ما عندناش قانون يقول ان انا اقدر اوقف مسلسل او اقدر اقول اعاقب، لكن هو اللي اقدر اعاقبه بس الخروج على الوطن، يعني اقدم عمل يخون الوطن. طبعا ده اللي انا اقدر اتدخل فيه. فاقول لك لكن حد بيقدم فيلم زي بتقول حضرتك مثلا ضد كل الاعراف، انا ما اقدرش اعمل اي حاجه. دي بقى تدخل تحت حريه الابداع او مظله حريه الابداع. طبعا بقول لحضرتك هي دي. طبعا. واحنا ما عندناش قانون يقول ده اللي بنقول عليه. بدل ما نروح المحكمه ونروح بلاغات عشوائيه، يعني بالزبط. يعني انت ضد البلاغات العشوائيه؟ انا نقابات فنيه، اتحاد نقابات فنيه عنده قوانين مفعله. لما الاقي عمل غير مجدي او عمل اشوف ان هو خارج عن التقاليد والاعراف، اقف واجيب الممثل او اجيب المخرج عقبه لما يخرج. طبعا لو عملتي، لو انا اللي بكلم فيه ده يقول لك شوفي هيطلع بعد نص ساعه. ايوه صحيح. طب ضد الابداع وضد الحريه وجبهه الحاجات. ايه المشكله اللي ايهاب فهمي شايف ان هي ملهاش حل بقى خلاص؟ المشكله شايف ملهاش حل خالص، عشان نكون بنتكلم من ارض الواقع. المشكله ملهاش حل خالص خالص، يعني ان انا اقنع، مش قادر اقنع كل يعني، مش يعني زي ما بيقولوا ايه، في ناس بتبقى متخيله موهوبه قوي هتكسر الدنيا، وانا بقول له انت ما فيش، انت يعني طب اعمل لك ايه؟ تمام. بس يعني إيه؟ يعني المفروض الراي ده يبقى للمشاهد، يعني هو المشاهد اللي يرفض الفنان. لا ما هي مش بسبكبش على المشاهد، انا بتكلم على اللي بيعمل لي. لا انا بتكلم على ممكن حد بيبقى عنده مشكله، عنده مشكله في الشغل، عنده مشكله في يقول لك انت انا احسن واحد في الكون. يا سيدي ما احنا ربنا بيخلق الناس، طب تقنعيه ده بقى بتبقى مشكله صعبه قوي. فتقول له اثبت على حالك الى حين ان يريد الله اما كان مفعولا. يعني لو رجعنا مره ثانيه لادوارك والادوار اللي انت قدمتها وكنت متميز فيها في الف ليله وليله، في ذهاب وعوده، في الخطيئه، لو تكلمنا عن الادوار دي وكنت بتقوم بيها ازاي؟ والله الف ليله وليله تحديدا كان بالنسبه لي عمل جديد على مستوى كل حاجه، لان اول مره بستخدم تقنيه الجرافيك
الى حد ما قد تكون في بعض الاشياء كانت كويسه وبعض الاشياء مش كويسه، لكن انت يكفيكي زي ما بنقول احنا بنجرب شيء جديد، تقنيه الجرافيك مع الممثلين عمل اسطوري تربينا عليه قمنا عليه، كان بالنسبه لي تجربه مهمه جدا وشاقه. ذهاب وعوده كان انا واحمد سقا تجمعنا صداقه وزماله من منذ نعومه الاظافر زي ما بيقولوا، كنا طلبه في المعهد وكان اول مره نلتقي مع بعض. اعتقد انه كان من المسلسلات اللي انا بالنسبه لي كان فيها ود وحب، لان احنا كلنا جيل واحد. الخطيئه والالف ليله وذهاب وعوده كانوا بيمسكوا خط الشر. الخطيئه اكسير الشر، ده انت كان دورك فظيع. ده طبيعتي انت عارفه مش ممكن. لا الخطيئه انا متابعاه بشكل طبيعي جدا. ازاي كده يعني معقوله كده؟ يعني بصي انا هو ده الاستمتاع، اقول لك ان الواحد ممكن يمثل عشان انا بستمتع. بتستمتع لما يبقى دور غريب ودور، انا عايز اقول لك ان في مشهد في تحدي لنفسك، في تحدي وصراع الانسان. يعني انا الصبح انا فاكر كويس قوي في الخطيئه بعمل مشهد الساعه 4، مشهد قتل ومشهد وحش قوي، يعني مشهد فظيع من احداث المسلسل ودم. والساعه 8 هركب طياراتي عشان اروح احج، كنت طالع الحج. فانك الصراع النفسي ما بين التناقضات الموجوده في الشخصيه الواحده. طيب احنا طبعا مش معقول يعني هنستضيفك ومش هنتكلم عن تجربتك مع المسرح. غبت عن المسرح 9 سنين ومرة تانية رجعت المسرح الدولة في حوش بديعة. كلمنا عن تجربتك دي وليه اخترت مسرح الدولة مع العلم ان فيه طبعا انتعاش دلوقتي في المسرح الخاص. جدا الانتعاش في المسرح ده بعد ربنا سبحانه وتعالى سببه أشرف عبد الباقي. مش بس نجيب من الاخر يعني نختلف او نتفق ده حقيقي على بعض التجارب. تياترو مصر ومسرح أشرف الباقي رجع الجمهور المصري طبعا الى الشباك، رجع الجمهور المصري الى التجربه دي. تجربه تحسب ليه، تجربه تحسب وهيحسب التاريخ مش طبعًا. النهارده ان هناك قلنا استاذ نجيب الريحاني، قلنا اسماعيل ياسين، قلنا هنقول أشرف الباقي ان شاء الله يديله الصحه والعمر، لانه عمل رجع الجمهور رجع الشباك. ودوري في او يعني ليه دخلت المسرحيه دي لثلاث اسباب. ان انا عضو المجلس فانا لازم اكون ضرب بالدف يعني. ثانيا انا عضو لجنه المسرح بالمجلس الاعلى للثقافه. ثالثا انا موظف في البيت الفني للمسرح. طب ليه بقى تغيبت 9 سنين دي؟ هيقول لك الجمله المشهوره، مفيش حاجه شدتني، الجمله المشهوره اللي بتريح ما كانش فيه. طب ايه اللي شدك في حوش بديع؟ لا مش مفيش حاجه شدتني، لا انا بهرج ده. أيوه. ما كانش فيه، كان فيه كل حاجه، كان كل حاجه زي ما بنقول كان فيه خوف من الشباك. بنخاف لان المسرح مجهود وبتخلصي بالليل قوي وبتصوري قاسي جدا وكل يوم، وكل يوم لازم تبقي في اطار بتضحكي وفي بهجه، وحتى صحيح. لو انت تعبانه بتطلعي وبتاخد الفيدباك لايف وانت على المسرح على طول. طبعا لكن هو حوش بديع طبعا. الورق اللي عامله الاستاذ انور عبد المغيث شيء ممتع جدا. المخرج الاستاذ ياسر صادق شيء رائع جدا، بنقدم روايه مهمه جدا. انا يعني في اطار معاكم انا بدعو الناس انها كلها تتفرج عليها. معايا زمايلي انتصار وشمس و ناس يعني كوكبه متميزه في ابو الليف طبعا كان معانا بس طبعا مش موجود معانا. طيب الاعمال الجديده سريعا يعني الخنكه اللي اختشوا ماتوا كلها اعمال جديده بتتصور السنه دي، واحنا واخدينك من عمل اوريدي، احنا واخدينك من لوكيشن تصوير. ايه هو كده؟ انا اختشوا ماتوا انتهيت منه. ان شاء الله فيلم بطوله نجومنا غال عبد الرازق وعبير صبري ومر عبد المنعم وهدي كرم ومحمد محمود عبد العزيز واخراج الاستاذ اسماعيل فاروق. انا بصور حاليا الايام دي الخنكه واحنا ماشيين الحمد لله بايقاع لطيف جدا. هو ولد فضه لسه اللي ما بداتش فيه، بس ان شاء الله في الايام القادمه وان شاء الله يبقى موسم كويس قوي، لان احنا يعني احنا دورنا وانتم معانا طبعا. عندنا السنه دي شويه الاعمال اقل من اي سنه. نتمنى ان الدراما المصريه تبقى بخير، نتمنى ان اللي انا بقولها جمله عايز اقولها، الدوله تعود الى الانتاج الفني. وبنتمنى لك طبعا ارجعوا الى الانتاج الدرامي، لان لما الدوله بعدت لا طبعا الظروف الاقتصاديه ما نقدرش نتكلم فيها. صحيح. الفن عندنا حصل فيه، لان دور الدوله في الفن طبعًا. تحديدا زي ما بتقولي حضرتك بيقدم الاعمال الموجهه للقيم. صحيح. اللي يمكن المنتج القاص ما يقدرش. واحنا كنا رواد على فكره، احنا كنا رواد في الاعمال الدراميه وفي الاعمال السينمائيه، وكانت قوه من قوه مصر الناعمه. كانت احنا من 2010 مش 11 عشان أيوه. برضه 2010 نحن متوقفون تماما عن الانتاج الدرامي. احنا محتاجين نشكرك جدا جدا الفنان ايهاب فهمي، بتمنى لك التوفيق ونورتنا شير. ومنتظرين نشوف بقى الاعمال اللي جايه ان شاء الله. شكرا 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 لك النهارده. ومشاهدينا هنطلع دلوقتي فاصل، وبعد الفاصل هنرجع مع حضراتكم مره اخرى لفقره بتهمنا كلنا وهي النظافه واحوال الشوارع في محافظات القاهره الكبرى.
اهلا بحضراتكم من جديد. وفقرتنا الاخيره النهارده هنتكلم فيها عن موضوع مشكله الحقيقه احنا بنعاني منها من سنين، مشاكل القمامه كمان زادت وتفاقمت بشكل كبير في الفتره الاخيره. هيئه النظافه وتجميل القاهره بتحاول ان هي تحط خطط مع قرب انتهاء عقود الشركات، شركات النظافه الاجنبيه في عام 2017. هنتعرف طبعا ايه هي الخطط اللي حطاها هيئه نظافه القاهره ونظافه وتجميل القاهره، وهنحاول نعرف ازاي ممكن تنتهي هذه المشكله. وطبعا حول تقييم تجربة الشركات الأجنبية واللي هيتم التجديد ليها، وإيه البديل إذا كان هيتم ولا لأ، وإيه البديل المحلي، وحقيقة العودة لنظام جمع القمامة من المنازل. ده هيكون طبعا موضوعنا النهاردة مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو المهندس حافظ السعيد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة. صباح الورد يا فندم. صباح الورد. صباح الخير. أهلا بيك. أنا بس عايز أخرج شوية صغيرين من الموضوع وأتكلم عن اسم الهيئة نظافة وتجميل القاهرة. وإحنا بقى عندنا تجميل، يعني إحنا يا دوب بنقول نظافة، يعني إحنا بس عايزين ننظف الاول. لا يا فندم، ازاي يا فندم؟ ده الشطر الثاني من عمل الهيئه هو التجميل، وعباره عن حدائق، مسطحات الخضراء، المحاور الموجوده على نطاق محافظه القاهره بالكامل هي الهيئه التي تقوم به. وهو ان انت تنظفي وتجملي المكان بعد كده، هو ده هو ده المطلوب. يا ريت، احنا بنحلم بكده. موجوده يا فندم، موجوده يا فندم، الحمد لله تعالى نأدي هذا العمل. تمام. طيب، هل شركات النظافة الأجنبية عامل أساسي في زيادة مشاكل القمامة؟ يعني يمكن كان في شكوى يقول لك إحنا على فاتورة الكهرباء بندفع القمامة وما فيش حاجة بتحصل في الشوارع، فعايزين نعرف الحقيقة. لا، ما فيش حاجة بتحصل في الشوارع، أمال إحنا جايين الصبح والدنيا كويسة، مش ماشيين على المخلفات في الشارع. لا، في عمل وفي مجهود بيبذل. يمكن خلينا نتكلم بصراحة، مثلا ان الشركات ما ادتش اللي احنا كنا نطمح فيه او اللي احنا كنا نتمناه. لكن طب في الحاله دي عمل. طب ما في الحاله دي لو هي اخلت بالاتفاق وبنشوف الشوارع، هقول حضرتك على حاجه، احنا بنيجي في الطرق وحضرتك بتمشي في الطرق. انا طبعا كلنا بنشوف مناظر القمامه حتى في الطرق الرئيسيه، يعني حتى مش هقول مثلا في شوارع جانبيه او في مكان مستخبي، ده في الطرق الرئيسيه وعلى المحاور بنشوف القمامه مرميه ازاي. لو الشركات الاجنبيه كانت اخلت هنا، ايه المشكله ان انا كنت افسخ العقد معاها؟ بصي، عايز اقول لحضرتك حاجه بس. هو القاهره مش، لا ما تلاقيش حاجه في شوارع رئيسيه او في الكباري او في حاجات. لا، القاهره حضرتك امشي في القاهره كويس. لا، القاهره مش، احنا بنتكلم عن القاهره بس والقاهره الكبرى. لا، القاهره فقط، محافظة القاهرة. ايوه، عشان كده بس يبقى في التفريق في كده. لا، محافظة القاهرة المستوى فيها مستوى مرتفع، فيها اعمال بتتم. الشركات عايز اقول لك ان هم ممكن بيأدوا العمل طبقا لخطة العمل اللي موجودة فيه، يعني في التعاقدات معاهم في شوية دفوهات موجودة، لكن هم التزموا بما تم التعاقد عليه. يمكن التعاقد اللي تم ده، خطة العمل اللي كانت موجودة او الاعمال اللي موجودة، ما تلافتش حاجات كتيرة في المستقبل نتيجة زيادة الأعداد السكان كتيرة، زيادة رهيبة اللي حصلت في سكان القاهرة، التوسع العمراني الكبير اللي في محافظة القاهرة ما كانش موجود من ضمن العقد دوت، إن العقد ده بيتوسع، الوحدات السكنية بتزيد، الأعداد بتزيد، فكان يبقى في مقابل ليها زيادة في العمال وزيادة في معدات و كل دي حاجات ما تداركهاش العقد فعلا. لان برضك عايز اقولك، كانت اول تجربه نتعامل مع شركات اجنبيه وخارج نطاق، كانت اول مره نعمل فيه خصخصه في قطاع النظافه، من ضمن الخصخصات اللي كانت موجوده في المشاريع، فتم خصخصه مشكله النظافه او مشروعات النظافه في محافظه القاهره. دي حاجات موجوده في التعاقدات فيها شوية دفوهات كتيرة، لكن الشركة ممكن بتأدي عملها زي ما هي. ما ننساش برضك الفترة الخمس سنين اللي فاتت دول، كان فيها شوية حاجات برضك بتقع على عاتقنا احنا، مش على عاتق الشركة، نتيجة الثورات اللي كانت موجودة والشارع اللي ما كان، الحالة الاقتصادية ما كناش بنسدد، فدي كلها برضك أثرت على الشركة. لكن برضك في النهاية تجربة تقييم بقى نهاية، العقد بتاع الشركة ده عقد 15 سنة، ما انت ما مشيتهمش بعد سنة بعد اتنين بعد تلاتة، كل باقي في العقد هو باقي سنة ونص تقريبا او اقل من السنتين، فمش هينفع النهاردة ان انت
تنهي عقدك او تمشي شركه. وطبعا الدوله برضك ما يبقى في تعاقد موجود، وخصوصا ان الشركات دي شركات اجنبيه مع دول اجنبيه في تعاقدات بيننا وفي علاقات. ايه الدول دي يا فندم؟ في شركتين، شركه اسبانيه ودي تبع مع اسبانيا، وفي شركه ايطاليه مع ايطاليا. هذه الدول في تعاقدات بيننا وبينها، ومصر تحترم تعاقداتها. احنا تعاقدنا مش من 13 سنه، يعني احنا المشكله دي عندنا مش من 13 سنه، يمكن ظهرت بعد في الست سبع سنين بالزبط. الاخيره نتيجه بقى الاحداث المتطوره اللي جت في مصر، نتيجة البنى الزيادة كتير، نتيجة الهدم اللي موجود في الشوارع والناس، ولا ما بقاش في رقابة بشكل جيد على الشركات دي؟ لا لا، الرقابة موجودة والخصومات موجودة طبقا للتعاقدات وطبقا للغرامات اللي موجودة. لا أيوة، بس هو المواطن في الآخر هو مش هيهمه ان الشركة تخصم منها ولا ان هي واحنا لو احنا عقوبات، هو مش هيهمه ده، وهيهمه ان هو بيمشي في الشارع الشارع نظيف، عايش الشارع نظيف، وهو ده اللي بنعمله دلوقتي، او هو ده اللي شغالين معاه. احنا شغالين كهيئة، هيئة النظافة هي شغالة مع في أماكن ما فيش فيها شركات خالص، هيئة بتأدي، هيئة بتأدي في. عايز أقول لحضرتك حاجة الأول، القاهرة دي النهاردة وصلت ل 39 حي، 39 حي، كمية المخلفات اللي موجودة في القاهرة اليومية حوالي 17,000 طن كل يوم الصبح، مخلفات صلبه فقط لا غير. طيب هنقف خلاف المخلفات الهدم والبناء اللي موجوده في الشوارع. طيب هستاذنك لانه استاذ خالد بقاله فتره معانا على التليفون. استاذ خالد من الجيزه، صباح الورد يا استاذ خالد. صباح الورد يا مها، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضل. انا بس كنت عايز انقل، انا سافرت بلاد كتير، بس عايز انقل فكره ممكن نطبقها هنا بالتعاون الشعب وفي نفس الوقت الشركات المسؤولة عن الموضوع، ألا وهي إيه؟ البني آدم اللي بيعدي على الرصيف في ألمانيا ويبقى فيه تلج وحصل له أي نوع إصابة، اللي بيتعاقب هو البيت. فليه ما يبقاش فيه قانون يخص، أو يعني صاحب العقار، ليه ما فيش قانون يخص إن كل بناية أو كل أهل البيت ده، سواء عمارة أو فيلا أو قرية أو أي حاجة، ينظف قدامه بعد وقت معين، بعد وقت معين هيبقى المكان نظيف جدا. ونودي القمامه فين؟ يعني هو بعد ما هينظف هيحطها فين؟ لا، ما هو انا مش بمعناه يودي القمامه بعد كده يحطها عنده في البيت او يرميها في حته معينه، لا، هو برضو الشركات مسؤوله على تاخد الحاجات دي، ان هي برضو مسؤوله بدل ما هو نظيف يبقى انظف، ان كل الحاجات دي هترجع ليا ولي في الاخر، بلدنا كلها هتبقى حلوه. يعني طبعا جزء، يعني انت شايف ان في جزء بيقع على المواطن طبعًا. نفسه ان هو مش بينظف المنطقه المحيطه بيه، بيقع على انت طبعا عارفين كلنا احنا بنرمي في الشارع من العربيات بايدينا مش عارفين دوت، في جزء يتحمله ان ما فيش باسكت زياده او كفايه في الشوارع، وفي نفس الوقت كمان اهمال من المواطن. بس مش معناها ان هي شركات مقصره، لا، برضه بتقصر في يعني، برضه الشركات عندها تقصير. طب اوجه التقصير ايه من وجهه نظر حضرتك يا استاذ خالد بالنسبة للشركات؟ ما هو مش كفاية برضو أعداد الشركات غير كافية، يعني هو حتى التنظيف، يعني مش عايزين نتكلم فيه. هو كل الدول العربية وغير العربية أو التنظيف ده مستمر، مش بيبقى الصبح وبس أو بشيل 19,000 طن نزول وبس، لا. هو أنا بيبقى عندي جدول، وانت وبعدين كل الشركات معروفة إن نص العمالة ما بتبقاش في حيز تنفيذ العمل، بيروح يمسحوا سلالم، بيروح يعملوا مش عارف ايه، بيأجروا عربية، الكلام ده كله. فطبعا عدم المراقبة على العاملين مخلي ان هو بيوصلش موضوع النظافة الى نسبة 100% اللي هو احنا محتاجينه. وبعدين محافظة القاهرة اهم محافظة، لسبب ان انت عندك دخلة المطار، عندك دخلة المحافظات الاخرى من الدخل، فدي طبعا واجهة للعاصمه الاساسيه. طب يا باشمهندس، في اي رد حضرتك حابب تقول للاستاذ خالد؟ لا، انا بشكره على الكلام، وكلام جميل طبعا، لكن عايز اقول لحضرتك حاجه بس، الشوارع الرئيسيه وشوارع القاهره كلها بتشهد طفره في النظافه، وانا بنزل يوميا شارع بمر، يعني يوميا الصبح مش اقل من 5-6 احياء يوميا مروا فيها، العمل موجود على مدار ال 24 ساعه. هو بتكلم على طريق المطار من ارقى الطرق الموجوده في القاهره، النظافه فيها على مدار 24 ساعه، سواء نظافه او تجميل او اناره. بس هو طريق المطار مش هو الطريق، لا، هو يعني هو انا بتكلم كثيرة. انا بتكلم على ان هو اثار موضوع طريق المطار ومدخل القاهره، وده الواجهه بتاعت الدوله، لكن احنا بنحافظ على هذا الكلام على اعلى مستوى موجود، ما فيش مشكله. يمكن قبل كده كنا بنشوف كمان كان ناسين موجودين في الشارع بيقوموا بدورهم وبيقوموا بشغلهم، ده ما بقاش موجود، ما بقاش نشوفهم الا في رمضان خصوصا قبل العيد، علشان بلاش يعني كنوع من انواع التسول. بلاش برضك نلصق هذه التهمه بعمال النظافه، عمال النظافه بيأدوا عمل جليل ونحترمه ونقدره، لكن لا، موجودين يا فندم، عمال النظافه موجوده. مين اللي بيكنس الشوارع كل يوم؟
طيب. مين بيكون الشوارع موجوده كل يوم؟ الشوارع اللي مش بتتكنس بيبقى باين عليها ان هي لا يا فندم مكنوسه يا فندم مكنوسه يا فندم. القاهره بتتكنس يوميا يوميا كل محاور القاهره بتتكنس يوميا. طيب هل في شوارع طبعا عايز اقول لك ان في احياء فيها صعوبه اي مش عشان برضك لازم نبقى منصفين او نتكلم الكلام الصح عشان الناس تثق فيما بنقوله. في احياء من الاحياء في القاهره تعد على اقل من اصابع اليد الواحده في احياء فيها صعوبه نتيجه موقعها نتيجة عدم التخطيط بتاعها نتيجة ان الاحياء دي احياء شعبية مقدسة بالاعداد كبيرة جدا. وفي صناديق القمامة اعداد صناديق القمامة غير كافية صح؟ صناديق القمامة عايز اقول لحضرتك حاجة احنا يعني انا كهيئة خلال السنة دي بس انا جايب 4000 صندوق. عايز اقول لحضرتك حاجة ان في جزء كبير جدا من الصناديق دي بيتم سرقتها. ما مش معقولة كل واحد كل عامل جنب صندوق مش معقول اجيب العمال اعضم مش عشان يحمي الصندوق. الصندوق ده بيتسرق الصندوق ده بيتاخد من مكانه فهذا اللي بيؤدي ان فجاه ما تلاقيش صناديق في القاهره او ما تلاقيش صناديق موجوده. يعني هو زي الناس المواطن يا فندم لازم يحافظ على الكلام ده معانا شويه بقى الرقابه عليه يعني الرقابه على مين؟ الناس بترمي زباله في الشوارع اللي زي ما حضرتك بتقول صناديق القمامه بتتسرق. هنا بقى فين الرقابه على كل التجاوزات دي؟ بص حضرتك منظومه النظافه دي منظومه مجتمعيه مش انا كهيئه او كهاز تنفيذي اللي انا هادي بيه لوحدي مش هنفع. لازم يكون المجتمع كله عنده الرغبه للعمل في البيئه والعيش في بيئه محترمه عيش في بيئه نظيفه. لازم كلنا نتشارك حضرتك في الاعلان لازم تشارك معانا في تغيير سلوك المجتمع نفسه تجاه الشارع وتجاه ان ما يرميش. هو المتعهد او عامل النظافة ده كل واحد عايز يعمل النظافة جنبه يقعد على مظلة 24 ساعة طول النهار مخرجات بتطلع. فندم لازم في توقيت محدد للناس تتخلص منه من المخلفات ويحظر نهائيا خلال اليوم رمي مخلفات مرة تانية. ده اللي بيؤدي ان انت بترفع الحاجة وبتشيل الشارع بتنظف بترفع من الوحدة السكنية اذا كان فيه متعهد بيرجع بينظف. عايز اقولك السيستم اللي موجود مع الشركات الاجنبية ده ما هو السيستم ده مش موجود فيه ان المتعهد يطلع الوحدة السكنية ويخبط ياخد المخلفات. العالم كله ما عادش فيه كده. العالم كله بيعتمد على الكونتينر اللي في الشارع والصندوق اللي في الشارع ان كل واحد وخارج الشغل الصبحية بياخد الشنطة بتاعته يعني في للورق. احنا بس خلينا كلنا في صندوق واحد دلوقتي لغايه ما الناس تتعود. يعني حتى في فرز المواطن هو نفسه بيعمله موجوده في العالم كله كده. فلكن الناس بتاخد وهي خارجه المخلفات. احنا التجربه دي ما نجحتش لغايه دلوقتي في مصر رغم عدى 13 سنه ان الصندوق الشركات دي شركات بتشتغل بره عارفه ان جمع المخلفات بيبقى من الكونتينر اللي موجود قدام الشارع. مش هتصوري مدى المشكله ان احنا نحط كونتينر او صندوق قدام بنايه او قدام في شارع بنلاقي الامرين مشكله كبيره جدا كل واحد مش عارف. هل ده سبب اصلا ان البلد من اساسه تتعاقد مع شركات اجنبيه؟ لا ما كانش سبب ده. بقول لحضرتك ده كان من ضمن المشروعات اللي تم تخصيصها فكنا مخصصنا شركه منظومه النظافه. كان طبعا عايز اقول لك برضك بالامانه ان كانت المعدات في الهيئه بدات تنهار. طب هو ده اللي انا بقوله أيوة. يعني اكيد كان الحاجات. في اسباب ادت الى من ضمن الحاجات اصلا من ضمن الحاجات يعني ان احنا كان ضمن القصقصه المشروعات الموجوده في مصر في هذا التوقيت فتم قصقصه. كان من ضمن الاسباب برضك ابتداء المعدات في الهيئه بدات يحصل فيها حاله انهيار شويه فمحتاجه قيام. فكان تفكير في الدوله ان يجيبوا شركات ان يبقى في استعانه في شركات اجنبيه تؤدي هذا المهمة. احنا اسمح لنا ناخد اتصال تليفوني معانا على الهواء دلوقتي. استاذ خالد من القاهره اهلا بيك. ايوه صباح الورد. اهلا وسهلا. وعلى سيره اللي هو رئيس هيئه النظافه. توقيف. والله احنا كنا نتمنى والله ان نشوف النظافه بس يعني جميع البرامج اللي بتجيب صور والشوارع في القاهره يعني مستوى النظافه فعلا قليل جدا مش مرتفع وبالذات في الشوارع اللي هي مش رئيسيه. يعني هو يمكن مثلا انا ساكن في ضرائب المعادي لو شارع زراعي المعادي بيتنظف 5-6 مرات في اليوم هو ده بس انما بعد كده الشوارع نفسها اللي حوالين شارع زراعي المعادي ما فيش اي مستوى من النظافه وكذلك المعادي يعني وجميع احياء القاهره. فانا يعني انا بشكر طبعا على عمال النظافه لان هم عددهم قليله والادوات اللي معاهم بسيطه جدا وقليله جدا برضو فيا ريت يتم يعني تزويدهم بعمال زياده لان هم اساسا ناس كبار في السن وما فيش في ايديهم ادوات لا حديثه ولا ادوات ادميه حتى. انما مستوى النظافه انا شايف ان هو مستوى قليل جدا بصراحه في القاهره سواء اذا كانت الشركه الاجنبيه او هيئه النظافه يعني. بمعنى ان مش كل شوارع القاهره بتتكنس كل يوم. لا انا مش متهيألي انا متهيألي ان هي في الشوارع الرئيسيه فقط ممكن شارع رئيسي يتنظف تبع 5-6 مرات في اليوم انما الشوارع الجانبيه ما فيش يعني ما فيش مستوى نظافه.
شكرا ليك يا استاذ خالد. وده بنشوف يعني. طيب احنا معانا برضو تليفون من منى من اسكندريه. صباح الورد يا استاذه منى. صباح الجمال. اهلا بيكي. اهلا بيكي. الله يخليكي. واحنا طبعا عايزين بلدنا تكون نظيفه، وفكره الكونتينر وصناديق القمامه دي كان يجب ان يواكبها حمل التوعيه. مفيش وعي، الحاجات بتلقى وبيجوا النباشين بينكشوا فيها ويرموها لنا في الشارع واحنا غير قادرين على الحل. طول عمرنا كانت القمامه على باب الشقه، بياتي عامل بعربه او خلافه وبيحملها. دلوقتي حضرتك عايز تنظف، اعمل حاجتين، افصل بين القمامه بتاعت المنازل والقمامه بتاعت المحلات والمستشفيات. اللي انا اراهن ان كل القذاره اللي في الشوارع سببها محلات الدواجن، محلات الطيور، الجزارات، المستشفيات، السوبر ماركت، كل دول بيرموا قمامتهم فين؟ يجب ان يكون لهم صناديق قمامه مميزه، وان يكون عليهم غرامات، لان احنا بنعاني معاناه شديده دلوقتي. احنا في اسكندريه في ارقى المناطق بنلاقي القمامه مرميه على محطات الترام، بنلاقي المستشفيات قدامنا والمحلات بترمي الكراتين بتاعت الميه وبترمي مخلفاتها، ولا حسيبه ولا رقيب. هي دي الفكره، منظومه الرقابه على كل ده. شكرا لحضرتك. شكرا يا استاذه منى. ومعانا كمان على التليفون استاذ فراج. صباح الخير واهلا بيك. الو، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. والله انا بتكلم من منطقه حلميه زيتون، ميدان الحلميه. تمام. وبعدين كان في اكتر من صندوق القمامه في الشوارع، شارع سليم وميدان الحلميه. وبعد كده مره واحده جم عربيات النظافه وراحوا شايلينهم. شالوا صناديق القمامة. يسرق صندوق كبير ضخم حديد. يعني هي عربيات القمامة اللي جت شالتها. طب ليه؟ اتفضل سامعين. ايوه. طيب والوضع دلوقتي ايه؟ الوضع دلوقتي في الميدان عامل ازاي؟ طبعا الناس بترمي في الشارع نفسه، ما نفسه مكان الصندوق بترمي الزبالة. عشان مش لاقيين مكان يرموا فيه. مش لاقيين صندوق يرموا فيه. نعم. فين حته في ميدان الحلميه؟ في شارع سليم الاول. فين شارع سليم الاول وميدان حلميه الزيتون؟ ميدان حلميه الزيتون، شارع سليم الاول. ايوه. نعم. حاضر يا فندم. المشكله دي بقى لها قد ايه يا استاذ فراج؟ دي بقى لها يمكن اكتر من شهر. طيب يعني حضرتك امام المدارس كله مرمي، امام الزباله امام المدارس، امام المدارس صف سري ومدارس الزيتون الاعداديه. تمام. طيب شكوتك وصلت يا فندم، وان شاء الله يتم اتخاذ اجراء، مش كده برضه؟ لا حاضر فورا يا فندم، فورا شوف الصندوق ده فين. بالفكره هو بس بيقول عربيات القمامه نفسها اللي شالتها. لا يا فندم، بص يا فندم، ممكن يكون الصندوق ده موجود في مكان بيعيق حركه المرور. تمام. فاحنا بننقله في مكان تاني، لكن ما بنشيلوش. اولا بيتكلم هو على ميدان الحلميه، احنا في تطوير بيتم من ميدان المطريه، تم اوريدي بيتم من ميدان المطريه لغايه ميدان المحكمه. تم رفع خط المترو اللي كان موجود هنا، خط المترو ده ما كانش مستخدم، ما فيش فيه عليه اقبال، فتم رفعه، تم تطوير الشارع، تم رفع الصناديق من الشوارع دلوقتي وحط الصناديق بطريقه ثانيه على يمين وعلى شمال الشارع، بدل ما كانت موجوده زمان المخلفات كانت بتم على شريط المترو، فتم رفعها وتم وضع صناديق جديده فيه. هذا العمل تم خلال المراحل الشهرين اللي فاتوا، الثلاثه اللي فاتوا. يمكن فاضل جزئيه واحده، احنا فتحنا من ميدان التجنيد لغايه ميدان المحكمه، اتفتحت اوريدي خلاص، وعلى اعلى مستوى تم هذه النظافه، تجميل، رصف، اناره، بقى على اعلى مستوى. الجزئيه اللي بقى لسه لم يتم فتحها، لم يتم تامينها من ميدان الحلميه لغايه ميدان المطريه، ما زال في اعمال بتتم فيها ان شاء الله تعالى. لكن انا اشوف موضوع الصندوق اللي موجوده عند مدرسة انصاف سري لو في اي مشكله فيه. العقود الخاصه بالشركات الاجنبيه المفروض ان هي تنتهي 2017. ايه البديل بالنسبه لك؟ فكرت انا عايز اقول لك بس حاجه على موضوع المحلات التجاري اللي قالت عليها الاستاذه من محافظه اسكندريه. خلي بال حضرتك، احنا في القاهره اصدرنا مع المحافظ اصدر قرار بعمل توقيع غرامات على كل محل لم يتم شراء صندوق خاص بالمخلفات موجود قدام المحل. مهم بس يبقى في تفعيل لده، وفي رقابه عليه. في
رقابه يا فندم. مين قال حضرتك مفيش رقابه؟ في رقابه بتتم دلوقتي، وفي بتتم غرامات على كل محل لم يلتزم بشراء الصندوق، صندوق خاص المحل موجود على الرصيف، العربيه بتعدي ترفع المخلفات من هذه الصناديق. كل محل موجود على مستوى محافظه القاهره في كل شوارعها في صندوق خاص بالمخلفات قدام المحل. هل بالفعل تم اتخاذ اجراءات ضد ناس مخالفين؟ عندي في ناس تصالحت في هذه المحاضر، في تم تحويل جزء كبير جدا منها للنيابه، محاضر لان دي محاضر بيئه موجوده. طب اشكال العقوبه ايه؟ ما انا بقول لحضرتك غرامه عدم شراء الصندوق، غرامه فوريه 500 جنيه تمام. عدم شراء الصندوق وتم تحصيلها بالفعل من فعلا تم تحصيل كميه كبيره جدا من الغرامات. في بعد اسبوعين لو ما جابش الصندوق تاني الغرامه بتوصل 5000 جنيه، ولو ما جاش الصالح فيها بتحول قضيه للنيابه وبيتم فيها. طيب هستاذن حضرتك في مداخله هاتفيه من استاذ اشرف. صباح الورد يا استاذ اشرف. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، متابع موضوعنا؟ طيب فقدنا الاتصال. طيب في معنا استاذه ساميه برضو، صباح الخير اهلا بيكي. الورد صباح الفل وصباح الخير على ضيفك الكريم. صباح الخير. انا بس عايزه اوصل له معلومه بجد، يعني شارع ترعه الجبل لو راح وشاف شارع ترعه الجبل فيه زباله كتير، دي اول حاجه. تاني حاجه القهاوي بقى، القهاوي اللي واخده نص الشارع بالكراسي لا تعرف تمشي على الرصيف ابدا في سيادتك ابدا، روح وانزل بعد الدور وشوف ترعه الجبل دي، ولا اللي فاتح السوبر ماركت اللي فاتح جديد العربيات بتيجي تركي رغم ان الراجل عامل لهم جراج، مفيش خناقات كل شويه والعربيات نص الشارع، ممكن انت ماشي تخبطك العربية موتوسيكل من كتر ان احنا مش عارفين نمشي على الرصيف. القهاوي نص الشارع بأمانة، انزل حضرتك في اي يوم تلاقي الكراسي بتاعت القهاوي والترابيزات في نص الشارع. كلنا بنشوف طبعا التجاوزات. يا ريت ناخد حل كده والزبالة تتشال، وبلدنا عايزينها تبقى نظيفة وكل واحد يبقى ملتزم. صدقني في اوروبا لو كرسي واحد طلع من المكان بيتقفل له المحل على طول ولا يدفع غرامه. لو رحت انا بسافر اوروبا وبسافر هولندا وبروح وبشوف، يعني مفيش حد طبعا بيطلع كله بيلتزم لان في رقابه جيده. شكرا ليك يا استاذه، في عقاب وفي شده. رسالتك وصلت وهنتكلم فيها، شكرا يا استاذ. في كمان استاذ محمد من اسكندريه. صباح الورد يا استاذ محمد. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بكم. اهلا بيك. انا معايا تجربه من ساو باولو في البرازيل. ساو باولو دي ثالث اقصى مدينه على مستوى العالم. تمام. اقصى المدينه ساو باولو على مستوى العالم. لما مسك بيلولا ده مسك البرازيل، الراجل غير دستور وغير كل حاجه كويسه. حب يختار وزير للبيئة. ووزير البيئة السابق قال له لا. ليه يا عمي؟ قال له أنا عايز تديني سبع فدادين. سبع فدادين. وخد البرازيل كلها وردة. خد البرازيل عبارة عن حتة وردة. حفر السبع فدادين دي لعمق 60 كيلو. أيوه. 60 متر تحت الأرض. ومد خراطيم وبدأ يعمل صبات على كل 3 متر. يعمل صبه 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 لغايه ما وصل ال 6 متر، وبدا يجمع الزباله اللي موجوده في المدينه بحالها، في مدينه ساو باولو ديت، عن طريق العربيات المخالفه، ما فيش حكومه ولا اي حاجه. العربيات النقل المخالفه بوزنها تنقل الزباله وترميها في الابيار دي. يعمل العمق ويحط شادد ال 3 متر دول. الاسق دي كلها ومادة خراطيم. بعد 30 يوم بالظبط بدا يطلع الغاز بطريقه غير طبيعيه، الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي. مادة ساو باولو كلها بالغاز الطبيعي مجانا. بدا يخرج من الغاز الطبيعي ده الكهرباء، يولد الكهرباء. مادة ساو باولو بالكهرباء مجانا. تمام. يعني هو عمل مشروع، عمل بنيه اساسيه وفكره مشروع مش بس تخلص من القمامه لكن كمان بقى حاجات فكره بتاعت بني ادم بسيط بتبقى الحاجات دي. النهارده البرازيل بتصدر الالومنيوم بانقى انواع الالومنيوم عن طريق العلب الكنز ديت. ايوه. انا بلم الزباله بتاعتي في كوم وعلبتين الكنز اللي عندي دول في كيس. أيوة. ياخدهم بيسيحهم. العالم كله بيعيد تدوير القمامه، حتى المواد العضويه منها بيتم تدويرها. مش عارف كم فدان ويبقى باظ الفدادين دي. ايوه. ولازم نشتغل احنا عادي، يشتغل شويه. تمام، شكرا. استاذ محمد بنشكرك لهذه المشاركه، وعايزين نشوف برضو يعني مدى
واقعية هذه التجربة أن يتم تنفيذها على الأرض في القاهرة؟ هو بصي هو القاهرة عندنا مصانع لتدوير المخلفات العضوية اللي موجودة في الزبالة، المخلفات العضوية عندنا مجموعة مصانع موجودة على نطاق محافظة القاهرة، بندور يوميا حاليا 2500 طن كل يوم إنتاج، استخدمهم في إنتاج سماد عضوي، وهذا السماد بيجود في الأراضي الصحراوية الجديدة، وخصوصا أن احنا دولة بتتبنى إصلاح 1.5 مليون فدان، فده موجودة احنا عندنا اوريدي، بس يمكن محتاجين تاني زيادة لأن يعني الكمية اللي بتنتج من القاهرة كمية كبيرة، فالمصانع اللي موجودة في القاهرة حوالي 2500 دول مش كافيين، محتاجين تاني ان شاء الله تعالى بعد الانتهاء. المواد التانية زي المواد التانية عايز اقول لحضرتك حاجة، بتبقى برضو بيعاد تصنيعها زي البلاستيك بيتعاد يا فندم، بس ده بياخدها المتعهدين عشان تبقى برضك نتكلم بالصدق عن المخلفات اللي بتيجي عندنا في محطات المناولة، المحطات الوسيطة او في المدافن العمومية، معظمها بيبقى الريسايكل عاملينه من وحدات سكنية، أو واخده هو نازل من العمارة بيبقى عامل فرز داخل العمارة، وده مشكلة كبيرة جدا، ويمكن ده اللي كان نادينا بيه زمان أو في خلال الفترة السابقة إن الناس المواطنين نفسهم هم اللي يعمل الريسايكل ده داخل البيت بتاعه، ويفرز المخلفات بتاعته في شنطتين، شنطة خاصة بالمادة العضوية وشنطة خاصة. وكان في دعاية على إعلانية موجودة، أيوة موجودة نتمنى ده. لكن كل الزبالة اللي في المخلفات اللي موجودة اللي بيستفيد منها في المخلفات، كرتون، بلاستيك، كنز، الزجاج، طب ليه ما بنصدرش ده بره؟ يعني السويد كان عندها أزمة وعايزة تستورد قمامة. كل ده فندم المتعهدين موجودين في مسجد ناصر، في المرج في خصوص، كل ده متعهدين بيستفيدوا، هم اللي بيستفيدوا من هزيمة. المرحلة اللي جاية إن شاء الله تعالى بعد الشركات عندنا إن شاء الله تعالى المقالب اللي موجودة في القاهرة اللي دخلت عليها الحيز العمراني سحف عليها جدا، فزي مقلب رفاوي الامل، زي مقلب القطاميه، هذه الاماكن ما بقتش تصلح ل هنغلق هذه المقالب مع نهايه عقد عمل الشركات، هنعمل منظومه جديده للتخلص من المخلفات باستفاده منها، مصانعها مصانع خاصه بيها عن طريق يعني ارض جديده خدناها في بلبيس، هذا الارض تبقى خاصه بمشروعات القائمه على المخلفات سواء كان انتاج بقى كهرباء، سواء انتاج بيوغاز زي انتاج الار دي اف، المصانع الاسمنت وما زلنا بنشتغل بيها، مصانع سمات تبقى موجوده، هيبقى في مدفن صحي. ده احنا بنتكلم عن بعد 2017. انا بتكلم على ان المقالب ديت اللي موجوده في القاهره، خصوصا مقلب رفاوي الامل، مقلب القطاميه، مقلب الطوب الرملي، هذه المقالب الثلاثه دول سيتم غلقهم فورا بعد انتهاء عمل الشركات، ويتم الاستفادة من المخلفات في بتبيس. المنظومة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي هو اعداد جرات شروط ومواصفات، اعداد منظومة النظافة لما بعد عمل الشركات الأجنبية ان شاء الله تعالى. في اكيد زي ما قلت حضرتك ان كان في شوية دفوهات في جرات شروط ومواصفات، الحاجات دي بيتم تلافيها حاليا، وتم تنقية جرات شروط ومواصفات. احنا تصورنا ان الشركات القادمة تبقى شركات وطنية، شركات صغيرة ممكن تشتغل في حي وحيين، ما تاخدش 16 حي بحيث ما يبقى في مشكلة فيها ما تقدرش انت تخش تحلها سريعا كهيئة. يعني لن يجدد العقد مع الشركات الأجنبية؟ لا 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 لا، ما فيش تجديد عقود لأي حد إن شاء الله تعالى، وبتنتهي مع نهاية تعاقداتها. احنا على أهبة حاليا دلوقتي لانتهاء كل الأعمال دي قبل نهاية عمل الشركات عشان يبقى الطرح موجود. بعد السنين الطويلة دي من العمل مع الشركات الأجنبية، المشكلة كانت في الشركات دي نفسها ولا مشكلة في منظومة إدارتها؟ الشركات دي برضه خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، لا هي الشركات دي ما درستش الشارع المصري كويس، ما درستش سلوك المواطن المصري كويس، أدت طبقا لخطة عملها، والخطة دي ما كانتش ملائمة، أو العمل على مدار يعني نرفع صندوق، هم برا كده في البلاد العربية الأوروبية كده نرفع صندوق مرة واحدة في اليوم. على أي أساس تم اختيار هذه الشركات؟ لا اختيارها من التحليل الفني تم وتحليل، لكن هي كان تصورها أن الصندوق ده ممكن ترفع مرة واحدة كل 24 ساعة، بالعكس الصندوق بيتملي كل اقل من نص ساعه بعد ما ترفع الصندوق ده بيتملي مره ثانيه. طب ليه حضراتكم كجهه ما طلبتوش ان الصندوق يترفع اكتر من ما باش انا بقول لحضرتك احنا حاولنا نعدل في عقود الشركات، في عقود شركات حاولنا نعدل معاها، لكن برضك
احنا الشارع المصري السلوك بتاعنا ان احنا نرمي كميات مخلفات كتير جدا فوق الوصف وعلى مدار اليوم، يعني مش نتخلص مره في البيت. احنا كنا زمان ما كنا قبل ما تيجي الشركات دي كان في متعدين بتيجي، كان متعدد ممكن يجي البيت بيجي يوم ويوم لا، يوم اه ويوم لا، بس كانت الشوارع انضف من النهارده. وكنا ايوه لان كان العدد اقل من كده. احنا لما جبنا الشركات، طب هقول لحضرتك على حاجه، مدن كبيره زي دبي مثلا وغيرها طب ما هو عندهم اعداد كبيره، عندهم كثافات رهيبه، وعندهم زحمه بشعه في الشوارع، بس ما حضرتك ما تلاقيش يعني ما تراب في الشارع. القاهره من ازحم عواصم العالم، ودبي زحمه جدا. لا بس القاهره النهارده في التعداد الاخير ده فيها بتاع 11 مليون مواطن بيخش زيهم القاهره كل يوم. ده معناه ان ما فيش حل لمشكله القمامه؟ لا في مشكله، في حل ان شاء الله تعالى، في حل. ما فيش خمس في حل، لا في حل. عايز اقول لحضرتك حاجه بس، القاهره ما فيش فيها مخلفات موجوده متراكمه في القاهره، في شارع القاهره. كل اللي موجود في القاهره لو كان في حاجه فهي مخلفات بتاعه ساعه، لكن على مدار الساعة المخلفات دي بتترفع، على مدار مخلفات الشارع بينضف، الشارع بموجود، لكن مفيش فيها تراكمات موجودة. يعني خلينا كلنا نفتكر زمان، بس عايزين أنا عايز أرجع الناس زمان معايا شوية، كلنا نفتكر شارع أحمد حلمي وشارع بورسعيد وشارع سور مجرى العيون، كنا نفتكر زمان من 5-6 سنين كانت الشارع عامل إزاي. النهاردة أنت بتمشي في شارع أحمد حلمي أرقى مستوى موجود، شيل في شارع بورسعيد مفيش حاجه، في تطور موجود. لكن انا عايز اقول بقى منظومه النظافه لازم المواطن نفسه يبقى له دور فيها. طيب خلينا نشوف، في معانا اتصال من استاذ محمد من القاهره. صباح الخير، اهلا بيك. صباح الورد. اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير حضرتك. بس يا فندم بستقبل حضرتك، جسر السويس، عمارات الكرويه اللي في اخر جسر السويس عارف بعد سوق القناه الدولي، عارف عارف حضرتك. مدينه سكنيه 1500 شقه، 10 محلات تحت بيوقفوا الشارع، يعني صف ثالث وصف رابع الرياض غير عارف. ده طبعا على موضوع الزباله، بس عاملين 1500 شقه، 10 محلات تحت، تمام، صف ثالث وصف رابع بيعذبونا، بيعذبوا 1500 شقه. والله لو حضرتك حد عدى من قدام بس المكان، ما حاجه لا تطاق يعني. تمام، شكرا. وصلت رسالتك يا استاذ محمد. معنيين بموضوع بالموضوع ده ولا اكتر؟ هو برضك هو ده كله في المقافل الاحياء عندنا، ما فيش مشكله. انا بلغ رئيس الحي، هو برضك نتيجه الركن العربيه. هو كهيئه نظافه او مسؤول، انا بعاني برضك من ازمه المرور الموجوده، بعاني من العربيات اللي موجوده صف ثاني وثالث، ما بتساعدنيش حتى الصبح ان انا او بالليل ان ادي العمل. انا عندي يعني منظومه ممكن تبقى طب كويسه. طب باشمهندس، من ضمن الاسباب اللي حضرتك ذكرتها اللي خلت البلد تتعاقد مع شركات نظافه اجنبيه، انه المعدات كانت متهالكه، وهيتم الان العوده مره اخرى ان احنا نتعامل مع شركات محليه. هل حليتوا ازمه المعدات المتهالكه؟ لا، ما هو الشركات اللي بتيجي، الشركات بتيجي بمعداتها. انا بتكلم على معدات كانت الهيئه فيها انخفاض في معداتها في هذا التوقيت، لكن الشركه اللي بتيجي هي المسؤوله عن الجمع والنقل، عندها معدات وعندها عماله، بس محليه. ده هو ده التصور الجديد ان شاء الله تعالى. والتصور بقى ان احنا بعد منظومه الكونتينر اللي في الشارع اللي الناس مش عايزه تنزل ترمي فيه، او مش عايزين هم حتى الكونتينر فاضي. انا بمشي في الشارع بشوف الصندوق فاضي ونازل بالشنطه بتاعته يحطها جنب الصندوق. يعني هو شاف صندوق فاضي ونزل بالشنطه في البيت، اما الصندوق فاضي ما حطهاش في الصندوق، مش مفهومه جنب الصندوق، مش مفهومه صحيح. طبعا حاجه يعني انا نفسي مش مصدق السلوكيات طبعا. فان شاء الله تعالى المرحله اللي جايه هنحاول نرجع المتعهد القديم مره ثاني، اللي هو يطلع يخبط عليهم في البيوت عشان الناس مش عايزه تنزل ترمي المخلفات بتاعتها، مع ان دي حاجتنا احنا. لنا بس خلاص التجربه مشكلة. يعني خلاص هي التجربه اثبتت ان احنا لينا طبيعه خاصه، فاحنا هنحاول المرحله الجايه يبقى في المتعهد يرجع مره ثاني للوحده السكنيه، يبقى الصندوق كونتينر ده بتاعت نظافه الشارع فقط لا غير. الاحياء والشركات مش تاخد اكتر من حي او حيين فقط لا غير، بحيث يبقى في تنافس بين الشركات الموجوده، بحيث لما يبقى في اي مشكله انا اقدر اغطي حي او حيين سريعه غير ما اغطي 16 حي. المنظومه بتاعت النقل والتخلص في منظومه جديده ان شاء الله تعالى موجوده مع شركات اجنبيه، عندنا بروتوكول تم توقيعه قريب خلال بعد زياره الرئيس الصيني للقاهره. في بروتوكول مع شركات دلوقتي بندرس في الشركات كيفيه انتاج استفاده من المخلفات في انتاج الكهرباء، خصوصا بعد لكن مش تصديرها.
لا 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 مفيش حاجه اسمها تصدير فن، ده استخدام داخلي هنا في القاهره نستفاد منها ان شاء الله تعالى المرحله الجايه. بنتمنى طبعا كل التوفيق ان احنا نقدر ان شاء الله. بنتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله نشوف شوارع القاهره ترجع تاني نظيفه زي ما كانت الاول. شكرا جزيلا لحضرتك المهندس حافظ السعيد رئيس الهيئه العامه لنظافه وتجميل القاهره، نورتنا. شكرا جزيلا، شكرا جدا. نشكرك يا فندم وصباح الورد. وبكده مشاهدينا انتهت فقراتنا، لكن خلينا نفكركم باهم المواضيع اللي اتعرضت في حلقتنا النهارده. الارض دي بلاويها كتيره. فتى الشاشه الاول محمود ياسين شفنا تقارير عنه في شهر ميلاده. بلعتهم. وفي فقرتنا الحوارية ناقشنا مشاكل القمامة وخطة الدولة مع قرب انتهاء عقود الشركات الأجنبية. أنا أمرت المخبرين السريين. وفقرتنا الفنية تابعنا فيها لقاء خاص مع الفنان إيهاب فهمي. زي زنقة الستات وغيرها، أمرتهم أن يراقبوا تردد أشخاص معينين من الرجالة والستات في الأماكن دي، ويلاحظوا أي محاولة من الأشخاص دول للإيقاع بالستات. هيثم سخر السيارة بتاعته علشان يوزع الكتب على أطفال قريته والقرى المجاورة، وده من خلال مبادرته، وعرفنا التفاصيل أكتر عنها. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. بكرة إن شاء الله مستنيينكم من 8 الصبح في حلقة جديدة. صباح الورد عليكم مشاهدينا. حلقتنا انتهت لكن يومنا لسه بيبتدي. صباح الورد عليك يا إيمان، وصباح الورد على كل مشاهدينا، ونشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد من 8 ل 10 صباحا في صباح الورد.